بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأهلي كيان كبير، الأهلي دائما وسط الكبار، الأهلي العشق والحياة، الأهلي تاريخ وإنجازات. ارفع راسك فوق هتبقى دايما أهلاوي، ارفع راسك أنت فخر لكل المصريين، ارفع راسك فأنت مصدر السعادة في مصر، ارفع راسك فأنت أعظم نادي في الكون. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر، وكفاية عالأهلي انه الأهلي نقطة ومن أول السطر. الأهلي كيان ومكان في القلب وعشق عمر، الأهلي في كل زمان نادي الشياطين الحمر. خلصت رحلة الأهلي في كأس العالم للأندية. عايز أتكلم مع حضراتكم وأتكلم على طول مباشرة كالعادة زي ما كنا متفقين. أنا شخصيا مبسوط وسعيد وفرحان جدا جدا بالنادي الأهلي واللي بيعمله النادي الأهلي، وإن أنا بنتمي لهذا النادي الكبير والعريق وحتى لو بجزء صغير جدا جدا. ليه هتقولي أنا فرحان؟ هقول لك، آخر ثلاث سنين عندما تنظر في العالم كله لن تجد إلا النادي الأهلي هو اللي وصل آخر ثلاث سنين إلى كأس العالم للأندية. عندما تنظر في بطولة كأس العالم للأندية لن تجد إلا النادي الأهلي اللي دائما ما يسعد المصريين ودائما ما يسعد الأفارقة. هتقولي كنا ننتظر أفضل من كده، فعلا أنا كمشجع أهلاوي كنت متخيل إن أنا راجل بتاع كرة، يعني معلش أنا آسف جدا لما أجي أتكلم عن ريال مدريد، فارق كبير جدا ما بين ريال مدريد وأي نادي في العالم عشان تبقوا حضراتكم عارفين بس، ولكن ثقتي في فرقتي وثقتي في نفسي وحبي لفريقي وحبي لعيبة الفريق اللي موجودين كان عندي أمل ولو بنسبة قليلة جدا إن أنا أكسب ريال مدريد كمشجع أهلاوي. ولكن عندما تنظر إلى الحقيقة والمنطق تجد ان هذا الموضوع موضوع صعب، صعب وليس مستحيل. خد بال حضرتك الكلام اللي انا بقوله ده، وبقوله وهقول لك حاجه مهمه جدا، انه النادي الاهلي اقرب الانديه في مصر وفي افريقيا لتطبيق النظام احتراف اوروبا
في افريقيا. يعني لما تيجي تنظر للي بيحصل في النادي الاهلي هتعرف ان احنا بنعرف في النادي الاهلي نطبق نظام الاحتراف الاوروبي. هتقول لي الفرق كبير بيننا وبين ريال مدريد؟ اه، مش بيننا وبين ريال مدريد، بيننا او بين ريال مدريد وكل او ما بين الكره الافريقيه والكره الاوروبيه، واضح. فده الاساس اللي انا هتكلم دايما فيه مع حضراتكم. ولكن كان عندي امل ان انا اكسب 1000000%، وكان ممكن جدا جدا اكسب 1000000%، ده بدون اي شك. يعني ده البدايه او ده الموضوع. ثانيا، انا عندي مدير فني يستطيع ان يضع تشكيل من وجهه نظره يتناسب مع المباراه، ووصلنا ان احنا عملنا مباريات جيده جدا في اول مباراتين. جينا ريال مدريد اخر ربع ساعه او اخر 8 دقائق تحديدا بالوقت الضايع كان عندنا فيهم مشكله كبيره جدا، وريال مدريد كسب النادي الاهلي 4-1. النتيجه اللي بتحصلش كتير في تاريخ النادي الاهلي يعني، وده اللي زعل الناس، وحق الجمهور يزعل زي ما انا زعلان. جينا على مباراه فلامينجو، النادي الاهلي كان الاقرب في لكل شيء ان هو يستطيع ان يفوز في هذه المباراه. وخليني انا دي اختلف مع بعض من حضراتكم، وكالعاده عندما اختلف مع جمهور النادي الاهلي اختلف باحترام وبود وبمنتهى الحب. بالمناسبه انا بشوف ان احنا عملنا مباراه حلوه جدا في مباراه فلامينجو، عملنا مباراه باستثناء اول ربع ساعه والربع ساعه ما بعد الطرد، الوقت ما بين ده وما بين ده، الساعه اللي تلت دي او الساعه الربع دي، هي مش يعني اللي هي بعد ربع ساعه من الشوط الاول واخر ربع ساعه من الشوط الثاني، يعني في ساعه تقريبا في النص، بشوفها ان واحده من افضل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي. خلاص، ولكن ايه اللي حصل؟ حتى بعد الطرد كان من الممكن ان احنا نفوز في هذه المباراه، في مباراه فلامينجو. ولكن خلي بال حضرتك، انت رابع العالم، انت رابع العالم، عمرك في انديه كتير جدا في افريقيا وفي مصر نفسها تعدي من قدام المغرب او تعدي من قدام كاس العالم، لكن حضرتك رابع. اوعى تلتفت للكلام اللي بيتقال ان انت بتلاعب فريق ضعيف اللي هو فريق النيوزيلندي، اوكلاند سيتي ولا سياتل، دول ابطال قاراتهم، اعمل ايه طيب؟ يعني كده كده هلاعبهم لان انا الوحيد اللي بوصل كاس عالم دايما، فكده كده هلاعب الفرق دي. اوعى تلتفت لهذا الكلام، الكلام ده معروف ان هو من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وكان بأغراض معينه ان هو يقلل من قيمه النادي الاهلي واللي بيعمله. طب احنا عندنا مشاكلنا ايه؟ مشاكلنا ان احنا مش عارفين نجيب جون. انا بتكلم مع حضرتك اهو بمنتهى الصراحه، ولكن من الناحيه الدفاعيه الامور جيده وتحتاج اخطاء فرديه. طالما في اخطاء فرديه مش عايز حضراتكم تقلقوا، لان الاخطاء الفرديه سهل ان هي تتحل، لان انت عندك مجموعه من اللاعبين والمجموعه من اللاعبين جيدين جدا. واللي انا مش فاهمه قوي الحقيقه هو ازاي النهارده ممكن اتكلم عن لعيب في الفرقه واقول ان ده احسن لعيب في الفرقه. على فكره ده مش جمهور الاهلي، وعشان بس ما حدش يقول لي، يطلع يقول لي اسلام انت بتقطع او بتنتقد جمهور الاهلي. انا عمري في حياتي ما انتقد جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كل اللي بيقوله صح. ولكن انا متاكد وببقى 1000000% شايف ان اللي بيعمل كده بعض من لا يشجع النادي الاهلي، ان هو النهارده انا بقول على محمد شريف مثلا، بقول عليه ان هو جامد جدا في اوكلاند وفي سياتل عشان جاب جوان، لما يضيع جوان في ريال مدريد وبتاع اقول ان هو وحش جدا ولازم يمشي من النادي واقعد اشتم فيه واعمل فيه. مش ده جمهور الاهلي ابدا. انا اهو عشان انا واضح وصريح ومحدد، انا لا، ده مش جمهور الاهلي، ده انا لا انتقد جمهور الاهلي. جمهور الاهلي من حقه يعمل اللي هو عايزه، ولكن ممكن اعاتب جمهور الاهلي عمل ايه بقى. جمهور الاهلي اللي بشوفه في كل مكان وعلى السوشيال ميديا وحوالينا في الشارع وفي كل مكان، بشوف جمهور الاهلي بيعاتب محمد شريف، بيعاتب مجدي قفشه، ولكن هو متاكد من كواليتي اللاعب.
متأكد من كواليتي اللاعب، وده حقيقي ده بيحصل، انه محمد شريف لازم يركز شويه، مجدي قفشه لازم يركز شويه، بيرسي تاو كان لازم يركز شويه في الكره الاخيره اللي حطها. لكن اللعيبه دي لعيبه جامده جدا جدا، وياما جابت لنا وياما هتجيب لنا. محتاجين ايه؟ احنا شايفين الاخطاء. بالمناسبه الناس شايفه الاخطاء، من يدير كره القدم شايف الاخطاء وعارف الاخطاء فين. ولكن صدقوني احنا عندنا فريق قوي، ينقصنا بعض النواحي الهجوميه، وهتبقى ان شاء الله هتاخد كل حاجه كالعاده ان شاء الله. يعني خلي بالك ده مش بكلام اسلام، ده شهاده الصحف الاسبانيه والمواقع الاسبانيه لما قالت ان انت لريال مدريد النادي الاعظم في التاريخ والنادي الافضل في التاريخ، انتوا كسبتوا اه، ولكن كسبتوا فريق منظم، فريق قوي، فريق محترم، فريق لا ينقصه الا احراز الاهداف، فريق صاحب شخصيه. احنا رابع العالم. عايز اوري حضراتكم النهارده عوده نادي الهلال الى السعوديه. نادي الهلال اتغلب 5-2 او 5-3 من ريال مدريد، وكان ممكن تبقى المباراه اكبر من كده، 5-3 نتيجه كبيره اكتر من كده. النهارده لعيبه او كل جمهور الهلال واقف مستني لعيبه النادي الهلال وعامل لهم الورد وبتاع، يستحقوا طبعا لان هم المركز الثاني. وخلي بال حضراتكم جمهور الاهلي بيعمل كده، واحسن جمهور الاهلي استقبل فريق النادي الاهلي لما خدنا سادس العالم، رحنا اتغلبنا ورجعنا في اول بطوله مشاركه لينا، كنت اتشرف بالتواجد. جمهور النادي الاهلي في كل مكان مستني لعيبه النادي الاهلي، لكنه عاتبونا وزعلانين مننا وكل حاجه، ولكن واقفين معانا. هو ده جمهور الاهلي اللي انا شايفه في كل مكان، اللي شايفه على السوشيال ميديا، واللي شايفه هنا، وشايفه هنا، وشايفه هنا. لما بلاقي حد داخل ينتقد ويشتم، ينتقد ده حقه، يعاتب حقه، لكن تشتم ده مش جمهور الاهلي. ده انا متاكد جمهور الاهلي اكثر احتراما من كده بكتير بكتير. وانا شخصيا هبتدي ما بصش على سوشيال ميديا كتير بصراحه، يعني لانه انا ما ببقاش عارف، لان انا اللي بشوفه في الشارع، انا بنزل واتمشى في الشارع وبشوف الناس وبقعد مع الاهلاويه وبكلموني في التليفون وكل حاجه، ناس بتقول لي احنا سعداء ولكن عندنا عتاب لبعض اللاعبين. اللعيبه دي ياما عملت لنا وياما وقفت او ياما عملت للنادي الاهلي. انا اقول لهم كده، اقول لهم النادي الاهلي ما حدش يعمل له حاجه، النادي الاهلي دايما وجمهوره هو اللي بيعمل لاسم اللاعب. خلي بال حضراتكم اللي بيكلمكم ده اول واحد بعد نهايه المباريات، كلمت اللعيبه اللي حضراتكم بتتكلموا عنهم وعاتبتهم. عاتبتهم، قلت لهم كان في احسن من كده، كان في افضل من كده، كان نفسنا ناخد تاني العالم، وكان نفسنا ناخد البطوله، وكان نفسنا ناخد تالت، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عندي مباراه يوم السبت اللي جاي، عندي مباراه يوم السبت اللي جاي، هعمل فيها ايه؟ عندي مباراه ضد الهلال السوداني في اولى المشاركات الافريقيه في الافريقيه هذا الموسم. فهنبتدي نفكر في المباراه، ولكن اخلص كلامي مع حضراتكم فيما يخص كاس العالم. فانا وصلت ان انا طبعا لما النادي الاهلي يتغلب 4 لازم تبقى زعلان، ولازم تعاتب اللاعبين وتعاتب المدرب، ولكن انا رابع العالم، بينا وبين بعض اعاتبهم واقول لهم يا جماعه انا لازم كان يبقى احسن من كده وافضل من كده، لكن انا رابع العالم. عندي محمد الشناوي، وعندي مجدي قفشه، وعندي محمد شريف، اعاتبهم لو عندهم مشاكل. بيرسي تاو، هاني اللي كان بعض من لا يشجع النادي الاهلي كان بيقولوا عليه لعيب وحش جدا ومش عارف ايه، دلوقتي هاني احسن لعيب في الدنيا. غريبه جدا، امور غريبه. الكواليتي بتاع لعيبه النادي الاهلي كواليتي رائع وجيد، عندنا بعض النواقص الواضحه مش محتاجه كلام، يعني مش محتاجه ان اسلام يقول ولا حضرتك تقول ولا لا لا خالص، كلنا شايفينها وعارفينها وعارفين ان احنا عندنا مشكله. مش احنا بس، ده حتى مارسيل كولر نفسه قال ان انا عندي مشكله في ان انا
بروح للجون كتير ما بعرفش اجيب اجوان، او مجموعه اللعيبه اللي عندي مش عارفه تجيب اجوان. تخيل حضرتك احنا عمالين نتكلم وبنعاتب ان بعض وبنعاتب نفسنا وكذا وكذا، وانت الاول على الدوري العام المصري، وصلت لنهائي كاس مصر للعام السابق ان شاء الله ربنا يكرمنا كمان السنه دي، وصلت للسنه الثالثه على التوالي الى كاس العالم للانديه، ولعبت نصف نهائي كاس العالم للانديه ولم تستطع ان تتفوق بسبب وجهه نظري. انا اسف ان انا هقول هذا الكلام، محدش يقول لي انت بتحط ان انتوا اتغلبتوا عشان التحكيم، لا انا اتغلبت في مباراه فلامينجو عشان الحكام. بالمناسبه مصطفى غربال واحد من افضل الحكام، ولم يكن يقصد اي شيء، عشان محدش يقول لك انت بتقول كذا خالص، ولكن اخطاء تحكيميه واضحه خسر بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي كان في افضل حالاته، بعد ما جاب الجون الثاني كنا ممكن نجيب الثالث والرابع والكره هتبقى افضل من كده، لان الطرد كان نقطه فاصله في المباراه. نفسي اعرف هو اتطرد ليه، نفسي اعرف خالد عبد الفتاح اتطرد ليه، اموت وافهم. يعني الراجل للاسف مش هقدر اجيبها لحضراتكم، ولكن الراجل رايح من الجنب، يعني حتى لو لمسه طردته ليه؟ المواجه فقط، يعني اللي جوه المرمى المواجه ده اللي ممكن اطرده، لكن واحد جاي من هناك اطرده ليه؟ فهل حضرتك مقتنع معايا بالكلام ده ولا لا؟ مش عارف، انا شخصيا مقتنع ان انا كنت كاهلي من افضل المباريات اللي عملها، من افضل النص ساعه ولا الساعه الا ربع اللي عملها النادي الاهلي هذه الفتره. طيب الفتره اللي جايه هنعمل ايه؟ الفتره اللي جايه نحن لا نملك الا المسانده والدعم. مجموعه اللاعبين اللي موجودين دول مجموعه من افضل اللاعبين اللي موجودين. هنعمل ايه؟ هنساند وندعم لغايه لما نقدر خلاص باب القيد تم غلقه، وبالتالي يعني النادي الاهلي لن يستطيع ان هو يجيب لعيب تاني الا بعد، اهي هي دي الكره اللي انا بتكلم فيها. خلاص خالد لمسه ما لمسوش، هل من هنا تقدر تجيب بنسبه 100% هدف؟ ما بتحصلش، عمرها ما حصل. بنسبه 80% ما بتجيش اهداف من هنا. طيب اذا كان خالد لمسه، انا ما سالتش خالد لسه لغايه دلوقتي، ولكن اذا كان خالد لمسه فهل اللمسه دي تستحق الطرد المباشر؟ معرفش. كابتن ناصر عباس شرح لحضراتكم امبارح هذا الامر تماما. هناك خطأ في تطبيق القانون من كابتن مصطفى. فبالنسبه لي هذه اللقطه هي لقطه فاصله في النادي الاهلي. عشان كده بقول لحضراتكم ايه؟ بقول لحضرتك انه عندنا او في افريقيا عندنا مشكله، ان انت كابتن مصطفى تاني، انا بقول ان كابتن مصطفى غربال واحد من افضل الحكام في العالم العربي او في العالم الافريقي او في القاره الافريقيه، ولكن في نفس الوقت كابتن مصطفى عنده اخطاء كبيره جدا في هذه المباراه. هي دي اللي خلتنا نتغلب؟ اه وجهه نظري كان ممكن نتغلب برضو، لكن احنا كنا ماسكين كوره وكنا افضل في كل شيء، لو دخل فينا جون كنا ممكن نجيب التاني زي ما حصل، كنا مغلوبين واحد وصلنا لاتنين واحد وضيعنا التالت كمان، ده بعد الطرد. عشان كده بقول لحضرتك عندك فريق واقف على رجله، ينقص المهاجمين بس ان يبقى عندهم ثقه في نفسهم اكتر، محتاجين تركيز اكتر، ان انا كجمهور اعاتبه اقول له يا فلان انت كان لازم تعملها، احنا في جمهور، احنا كجمهور في ظهرك وهنفضل واقفين معاك وهنفضل مساندين ليك. عشان ايه؟ عشان شعار النادي الاهلي، مش عشان حاجه، هو شعار النادي الاهلي فقط. فعشان شعار النادي الاهلي هنفضل واقفين في ظهر كل واحد فيكم ومساندينكم، لان احنا متاكدين ان انتوا مجموعه جيده من اللاعبين، وده اللي احنا عايزينه الفتره اللي جايه. يمكن مشاركه النادي الاهلي خلت الفريق يستفيد خبرات واحتكاك بمدارس كرويه مختلفه. يعني حضرتك النادي الاهلي لعب 4 مباريات، كل مباراه مدرسه كرويه مختلفه.
بدأنا بشكل تدريجي بمواجهة أوكلاند سيتي، ثم بيهتم بالدفاع وله شكل معين في الكرة النيوزلندية، لها شكل معين. بعد كده أمريكا الشمالية متمثلة في نادي سياتل، ثم أوروبا ومتمثلة في النادي الأعظم في التاريخ نادي ريال مدريد، وبعد كده أمريكا الجنوبية فلامينجو. بالمناسبة فلامينجو النادي الأهلي على اللي أنا شفته في الملعب أفضل من فلامينجو، وإحنا كان ممكن جدا جدا إن إحنا نكسب فلامينجو، ولكن مرة تانية بقول فلامينجو استفاد أولا من شكواه ضد التحكيم في مباراة الهلال السعودي، فاستفاد منها في مباراة الأهلي. يا عم إسلام ما تقعدش بقى تطبل وتعمل، والله العظيم ثلاثة احنا كنا أفضل وبكتير في مباراة فلامينجو. والنادي الأهلي بعد اللي أنا شفته في مباراة فلامينجو، النادي الأهلي ده فريق عالمي، احنا ينقصنا بس إن احنا نجيب اتنين ثلاثة يعني مجموعة مهاجمين كويسين جدا، والثقة تعود لمحمد شريف مرة أخرى، والثقة تعود لشادي والمجموعة اللاعبين شادي حسين والمجموعة اللاعبين اللي موجودين. والله العظيم ثلاثة بتروح للجون كتير جدا. فبرضو من أهم الحاجات اللي احنا استفدناها إن احنا لو حضرتك كنت عايز تلعب ريال مدريد كنت هتجيب ريال مدريد وتديله كام علشان تلعبه في ظل الظروف اللي احنا فيها دي؟ ملايين ملايين كتير جدا. لا حضرتك لعبت ريال مدريد، واحنا بعد ما اتغلبنا من ريال مدريد وغلبنا من فلامينجو هذه الهزيمه الغير مستحقه وجهه نظري، ما اقدرش اقول حاجه على ريال مدريد، ولكن في فلامينجو انا شايفها هزيمه غير مستحقه، وان التحكيم كان له دور كبير كبير في هذه الهزيمه. هتقول لي انت بتطبل والاداره واللعيبه، لا انا ما بطبلش، انا بقول لحضرتك الحقيقه من وجهة نظري. من وجهة نظري ان احنا كنا نستحق افضل من كده في مباراة فلامينجو لولا الطرد الغير صحيح وركلة الجزاء اللي الحكم حسبها ورجع فيها تاني. وركلة الجزاء الاولى بتاعت علي معلول، اعذروني يعني، انا شايفها ليست ركلة جزاء ولكن ما عنديش مشكلة. جبنا دخل فينا جون، جبنا اتنين، ولو كنا كاملين ورجعوا وتعادلوا معانا كنا هنجيب فيهم ثالث ورابع. انا ثقتي في لعيبتي كده، وجمهور الاهلي بالمناسبه ثقته في لعيبته كبيره جدا جدا جدا. اربع مباريات في يوم في 11 يوم، وخد بال حضرتك يمكن انت الوحيد اللي في البطوله حصل معاك ده. من بعض او من المكاسب الاخرى لعيب زي خالد عبد الفتاح ده ولعيب زي مروان عطيه، الاثنين دول مكسب كبير جدا للفرقه، ان شاء الله هيكون لهم دور خلال الفتره اللي جايه سواء في افريقيا او في الدوري. عندك كمان لعيبه كتير استعادت مستواها، حسين الشحات، محمد هاني، احمد عبد القادر اللي عمل ماتش رائع قدام فلامينجو. اخر حاجه اقدر اتكلم فيها في الفوائد، فوائد ماديه، ان مكافاه المركز الرابع 2 مليون دولار. يعني حضرتك خدت فوائد كثيره جدا، ان انت بتلعب باسم بلدك وباسم افريقيا وشرفت الجميع. اوعوا تفتكروا كلام عمرو اديب ولا كلام، اوعوا تسمعوا الكلام ده يا جماعه. الكلام ده دول معروفين بيشجعوا ايه وبيحبوا ايه وعايزين يخبطوا في النادي الاهلي ازاي. عندنا اخطاء، مليون في الميه عندنا اخطاء طبعا، ما هو محدش يقدر يقول لا، عندنا اخطاء ومعروفه ومعروف مين اللي بيعمل الاخطاء، ولكن جمهور الاهلي طول عمره هيفضل ورا لاعبته ويساند لاعبته. عندنا مباراه يوم السبت قويه جدا، نادي الهلال السوداني بالمناسبه اتغلب في اولى مبارياته امام سان داونز 1-0، فالمباراه اللي جايه بالنسبه له هنتكلم عليها طوال الاسبوع ان شاء الله، هي المباراه يوم السبت اللي جاي الساعه 3 وهتبقى في السودان، بعدها بثلاث ايام هترجع تلعب اسوان في اسوان. من شهرين كده عندما تم اتخاذ قرار من الاتحاد الدولي ان النادي الاهلي هيلعب كاس العالم، زوري اتنبح. واتكلمت مع حضراتكم كتير جدا 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 فيما يخص ايه يا فندم؟ فيما يخص ان النادي الاهلي
هيلعب مباريات مضغوطه بشكل كبير جدا. عامل لكم حواري لحضرتك النادي الاهلي جاهزين. طب ممكن تحطهم لي على الشاشه لو سمحت؟ يعني انا بوري بس حضرتك علشان ما يعني لو لا قدر الله حصل حاجه خلال الفتره اللي جايه نبقى عارفين ان في حاجه اسمها اجهاد. انا ما بقولش هيحصل، ان شاء الله مش هيحصل، ولكن مباريات الاهلي خلال الفتره الماضيه. خليني ابدا مع حضراتكم هم زي ما بادئين من يوم 17/1. بصوا حضراتكم، انت لعبت في كاس مصر يوم 17/1، بعدها في 3 ايام واليوم الرابع يوم 21/1 لعبت فريق كبير زي نادي الزمالك. المباراه الاولى كسبت 3-1 في نصف النهائي امام سموحه ووصلت للنهائي. في المباراه يوم 21/1 كسبت نادي كبير زي نادي الزمالك 3-0. بعدها بثلاث ايام او بيومين والثالث لعبت مع البنك الاهلي كسبت 1-0. اول مباراه ليك في كاس العالم للانديه كانت يوم 1/2، قبل كده يوم سافرت يوم 28 سافرت من القاهره الى الرباط ثم من الرباط الى طنجه. خلي بال حضرتك من هنا للرباط حوالي 5 ساعات ونص، ومن الرباط لطنجة حوالي 2 ساعة أو 1 ساعة وشوية. فكأس العالم الأندية يوم واحد، أنت لعبت 17/1، 21/1، 24/1، 1/2. طيب لعبت سياتل إمتى؟ 4/2. يعني ريحت 2/2 و3/2 ولعبت 4/2 مع سياتل، كسبت سياتل. 8/2 لعبت مع ريال مدريد واتغلبت. 11/2 بعديها بثلاث ايام 11/2 لعبت مع فلامينجو واتغلبت 4/2 بعد الطرد الظالم واحتساب ركلات الجزاء. انا بس بوري حضرتك ان النادي الاهلي من يوم 17/1 ليوم 11/2 ادي 1 2 3 4 5 6 7 مباريات في 20 يوم. 7 مباريات في 20 يوم. طيب الجدول اللي جاي ده انا بوري حضرتك النادي الاهلي هيلعب امتى. النادي الاهلي يوم السبت 18 فبراير اللي هو النادي الاهلي راجع النهارده، الراجل مارسيل كولر هيدي اللعيبه يومين اجازه. النادي الاهلي يوم السبت 18 فبراير هيلعب الهلال السوداني الساعه 3 الظهر. طيب المباراه اللي بعديها في دوري ابطال افريقيا، في دوري ابطال افريقيا هيلعب الهلال. المباراه اللي بعديها اسوان سيلاقي النادي الاهلي يوم 21 فبراير في اسوان. طيب السبت 25 فبراير الاهلي هيلاقي سان داونز. الثلاث 28 فبراير الاهلي هيلاقي الداخليه. السبت 4 مارس الأهلي هيلاقي القطن الكاميروني. الثلاث 7 مارس الأهلي والمقاولين العرب. السبت 11 مارس سان داونز في النادي مع النادي الأهلي في دوري الأبطال في جنوب إفريقيا الساعة 3 الظهر. إذن عندك مباريات من يوم 18 فبراير ليوم 11 مارس 2 4 6 7 مباريات في اقل من او في 20 يوم تقريبا. في اقل من 20 يوم او 20 18 ادي شهر يعني تقريبا 22 يوم او 21 يوم، يعني كل 3 ايام مباراه. وخلي بال حضرتك اللي حضرتك شايفه ده، اللي حضرتك شايفه ده سفر الى جنوب افريقيا، سفر الى اسوان، العوده الى القاهره، ثم السفر الى جنوب افريقيا مره اخرى. الحمد لله مباراه القطن الكاميروني الاولى عندنا في القاهره، وبالتالي زي ما حضرتك شايف انا مش بضحك عليك ومش بقول لك اي حاجه، انا بقول لك ان الجدول اللي حضرتك شايفه ده ممكن دلوقتي وانت قاعد بتتكلم او حضرتك سامعني تفتح التليفون وتشوف او تفتح جوجل وتشوف التواريخ دي والتواريخ اللي فاتت عشان تعرف
هو ليه مارسيل كولر كان بيعمل اللي بيعمله؟ ليه بيغير الثلاثة اللي قدامه؟ بعدين في الماتش الأخير أمام فلامينجو لعب بخالد وريح محمد هاني عشان اللي حضرتك شايفه. خلاص خدت ثالث، أنا كلي ثقة في كل اللاعبين، هو أكيد قال كده، أنا ما سألتوش لسه، لكن هو أكيد قال كده، أنا كلي ثقة في كل اللاعبين. وطالما بتحمل اسم النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي يبقى أنت من حقك إن أنت تلعب. لعب خالد كان كويس، خالد عبد الفتاح لعب، مروان عطية كان كويس، مروان عطية عندك الجانب الهجومي اي ثلاثة بيلعبوا على الاطراف بيبقى عندنا تمام زي الفل، بتبقى عندنا مشكلة اللي هيجيب الجول. شريف، محمد شريف ان شاء الله ربنا الثقة ترجع له خلال اليومين ثلاثة اللي جايين، عارفين ازاي؟ بمساندة حضرتك. هتقولي ما احنا ساندنا، ساند، وبعدين ده لسه جايب جول في الزمالك يا جماعة، او جونين انا اسف في الزمالك كمان، احنا بننسى بسرعة، انا يعني بنسى بسرعة علشان عندنا ماتشات كتير ورا بعض. المساندة والدعم خلال هذه الفترة يجب أن تكون قوية جدا. لعبنا في كأس العالم، شرفنا بلدنا، شرفنا قارتنا، وصلنا إن احنا نبقى رابع العالم، وبالتالي نحتفل، مش هقول نحتفل، ولكن نبقى مبسوطين بلاعبتنا، نبقى مبسوطين بجهازنا الفني، ننظر للي جاي بشكل أقوى وبشكل واضح عن كده كمان، لأنه زي ما وريت أنا قلت لهم النهاردة محدش يشيل الجدول ده من ورايا، لان انا اتكلمت عن الكلام ده قبل كده خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. انا اسف ان انا طولت في هذا الامر، ولكن انا بس حبيت اقول لحضرتك انه النادي الاهلي داخل خلال الفترة اللي جاية في فترة صعبة جدا، بكل شوية هفكر في الجدول، لكن الفترة اللي جاية هي فترة صعبة جدا، لانها كل ثلاثة ايام مباراة، وكولر هنشوف ان هو بيغير اللاعبين خلال الفتره اللي جايه دائما. فبقول لحضرتك ان انا عندي يوم السبت 18 فبراير الهلال السوداني، 21 فبراير اسوان في اسوار، 25 فبراير سان داونز، 28 فبراير الداخليه، 4 مارس القطن، 7 مارس المقاولين، ثم سان داونز في جنوب افريقيا. كل اللعيبه هتلعب، لازم نبقى واقفين في ظهرهم، عايزين ناخد كل حاجه السنه دي، دوري وكاس وافريقيا وكاس قديم وكاس جديد، قول زي ما انت عايز، ونصل الى كاس العالم مره رابعه على التوالي ان شاء الله. ان شاء الله البطل سيعود الى كاس العالم للانديه من جديد، البطل افريقيا سيعود الى كاس العالم للانديه من جديد خلال السنه القادمه ان شاء الله، ربنا يكرمنا السنه دي. وكالعاده سيظل دائما جمهور النادي الاهلي هو اللي له الفضل في كل شيء، الفضل دائما لجمهور النادي الأهلي، لأنه لولا هذا الجمهور ومساندة والمساندة والدعم اللي هيشوفها اللعيبة خلال اللاعبين خلال الفترة اللي جاية، أعتقد أن جمهور النادي الأهلي مختلف مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف، يظل دائما جمهور النادي الأهلي أعظم جمهور في الدنيا كلها، وجهة نظري يعني. بعد ختام كأس العالم للأندية وختام تغطيتنا لهذه البطولة خلال برنامج الأهلي في المونديال، اللي أنا كنت سعيد جدا جدا إن أنا بقى أتشارك مع مجموعة من زمايلي المحترمين خلال وقت العمل بالكامل، وللسنة الثالثة على التوالي الحقيقة بكون متواجد مع حضراتكم في الأهلي في المونديال مع مجموعة الزملاء. محتاج إن أنا أشكر كل طاقم العمل في قناة النادي الأهلي، لأن حضراتكم اتعودتوا من القناة دائما طوال الفترة اللي فاتت على تغطية مميزة، خصوصا لما بيكون النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وبالتالي هذه السنة وكالعادة زي كل سنة كانت التغطية مختلفة وتليق كالعادة بجمهور النادي الأهلي وبقناة النادي الأهلي وبشعار النادي الأهلي، وزي ما بيتقال دايما كانت تغطية على مستوى الحدث، سواء من كل الزملاء هنا في الاستوديو أو من الزملاء في المغرب. هنا لازم أشكر بعثة النادي الأهلي اللي رافقت بعثة الفريق من أول يوم وكالعادة إلى الوصول، إلى الوصول اللي هننقله لحضراتكم بعد شوية إن شاء الله. بعثة الفريق في فريق القناة يعني في المغرب، مراسلنا وزميلنا كريم أحمد، ومخرجنا محمد الدكروري، والمصور محمد عويضة، هذا الثلاثي قام بمجهود جبار،
وعظيم ودور كبير جدا قاموا بيه علشان تظهر الصورة اللي على شاشة قناة النادي الأهلي خلال الفترة السابقة بالكامل. أيضا حضراتكم شفتوا طوال فترة كأس العالم من أول يوم والآخر يوم، الحمد لله تغطية. أنا بأتشرف أن أنا بنتمي لهذه القناة ولأسرة هذه القناة ولعائلة هذه القناة. بالمناسبة مش اللي موجودين قدام حضراتكم بس اللي على الشاشة، احنا عندنا 400 موظف الحقيقة، أو 400 مش موظف، هم مش موظفين زي أي موظفين، ولكن هم كلهم ناس بتحب النادي الأهلي وبتعشق النادي الأهلي. ويمكن احنا اللي بنظهر أمام حضراتكم في الكاميرات، ولكن في شغل كبير جدا جدا بيحصل لغاية لما الصورة تطلع لحضرتك بهذا الشكل. فأنا بشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي على هذه التغطية المحترمة واللي تتناسب مع اسم وشعار النادي الأهلي ومع فريق النادي الأهلي. كمان تعاون مشترك لأول مرة بيحصل على قناتنا، قناة النادي الأهلي وقناة ريال مدريد الأسباني، واحد من أو أعظم نادي في العالم الحقيقة في فترة كأس العالم للأندية. مش مجرد اتفاقات عملتها القناة مع قناة ريال مدريد، ولكن عملية كبيرة جدا جدا الحمد لله والشكر لله تمت إدارتها بكل احتراف من كل فرد في منظومة قناة النادي الأهلي وورا الكواليس تفاصيل كتيرة جدا هيجي يوم إن شاء الله وأحكيها لحضراتكم. ولكن كان هدفنا الأول هو تقديم أفضل شيء لمشاهد قناة النادي الأهلي، تغطية تليق باسم النادي الأهلي وقناته وبهذا الحدث العالمي. قناة ريال مدريد زي ما حضرتك شايف الحاجات دي كلها مش هتشوفها غير في حتتين، قناة ريال مدريد وقناة النادي الأهلي فقط لا غير، مش هتشوفها في حتة تانية. احتفالات ريال مدريد بعد الفوز بكأس العالم للأندية هتشوفها في قناة ريال مدريد لو عايز، أو قناة النادي الأهلي فقط لا غير. قناة ريال مدريد لأول مرة في تاريخها تدخل في تعاون مع قناة نادي آخر على مستوى العالم، والحقيقة ده شيء أسعدنا جميعا. وأعتقد أن كلمات الثناء والاحترام والتقدير اللي الواحد سمعها من كل المسؤولين في قناة ريال مدريد بتخلي الواحد سعيد وفخور دائما باسم النادي الأهلي. عايز أقول لحضراتكم أن أنت عشان تعمل لقاء مع بوتروجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد ونجم ريال مدريد السابق ومنتخب أسبانيا السابق، لما تعمل معاه لقاء وحوار ده مش حاجة سهلة، لأنه هذا الرجل أشاد كمان بالتعاون الكبير ما بين القناتين. الحقيقة زي ما قلت لكم كده أو زي ما قلت لحضراتكم، اللي أنا سمعته من المسؤولين في قناة ريال مدريد يخليني أبقى فخور أن أنا بحب هذا النادي وانتمي لهذا النادي، وحفضل دايما طول عمري في ظهر هذا النادي وأحب النادي ده من قلبي، من كل قلبي الحقيقة، لأنه ناس مبسوطة وسعيدة والأول مرة تحصل هذه الشراكة. شكرا لكل العاملين في قناة النادي الأهلي، وشكرا لكل أصدقائنا وإدارة قناة ريال مدريد اللي دايما هيكون إن شاء الله خلال الفترة القادمة هناك تعاون كبير ما بيننا وما بينهم. الحقيقة بعتوا لنا كمان إيميل شكر على هذا التعاون، وإحنا طبعا الأول بعتنا لهم وقلنا لهم أو شكرناهم وقلنا لهم إن كل جمهور النادي الأهلي سعيد ومبسوط بهذه الشراكة وبهذا التعاون المحترم ما بين كيانين ومؤسستين كبيرتين زي قناة ريال مدريد وقناة النادي الأهلي. في النهاية أنا بشكر، إذا كان هناك من يستحق الشكر فهو كالعادة بالنسبة لي هو جمهور الأهلي العظيم على ثقته المستمرة في قناة النادي وعلى الكلام اللي أنا سمعته خلال الفترة، الكلام المحترم الطيب اللي أنا سمعته وشفناه منكم خلال أو من جمهور النادي الأهلي الكبير خلال الفترة السابقة. كمان لازم أقول لكم إن إحنا سعداء جدا 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 بهذه الشراكة، وعلى الهواء مباشرة بشكر كل العاملين وكل القائمين على قناة ريال مدريد وبشكرهم على هذا التعاون، وإن شاء الله نلتقي دائما في مناسبات أخرى وأفضل كمان إن شاء الله خلال الأيام القادمة. حبيت بس ان انا اشكر كل العاملين في قناه النادي الاهلي وعلى راس طبعا هذه المنظومه مهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه بريزنتيشن اللي دايما الحقيقه بيبقى في ظهرنا في كل شيء ودايما
يعني هيجي وقت وتعرفوا ان المهندس سيف الوزيري ده له دور كبير جدا 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 في كل النجاحات اللي بيتم تحقيقها خلال الفترة السابقة مع قناة النادي الأهلي وفي كل هذه الأمور. عموما أنا بشكركم جدا جدا، بشكر جمهور النادي الأهلي كبير على وقفتكم الدائمة مع قناتكم ومع شاشتكم، شاشة قناة النادي الأهلي. فاصل، وبعد الفاصل عندنا بعض الأخبار المهمة جدا نرجع نكملها، ولكن بعد هذا الفاصل. بجدد التحية بحضراتكم. النهاردة اتحاد كرة القدم اعتمد خلال اجتماعه برئاسة الأستاذ جمال علام تشكيل لجنة لرصد أو تشكيل لجنة الرصد الإعلامي. هذه اللجنة ستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصغيرة أو الصادرة من مختلف عناصر اللعبة عبر وسائل الإعلام المختلفة. هايل، حاجة محترمة جدا، وبالتأكيد هو قرار أكثر من رائع من اتحاد كرة القدم. وتشكيل هذه اللجنة هيكون له دور مهم في إيقاف التجاوزات اللي بتحصل في الفترة الأخيرة. خلي بال حضرتك، أعتقد لأن النهاردة كمان تم تشكيل لجنة الانضباط و يعني هقول لحضراتكم حالا أيضا إيه اللي حصل. فتم تشكيل هذه اللجنة لرصد كل التجاوزات التي تحدث في الإعلام. لجنة لرصد التجاوزات التي تحدث في الإعلام. معروف طبعا التجاوزات بتحصل من مين وفين وإزاي، يعني ما عندناش حد تاني بيعمل أي تجاوزات، ولكن اللجنة دي قراراتها، هل اتحاد كرة القدم سيستطيع أن ينفذ قرارات اللي بتصدر عن لجنة الانضباط اللي موجودة في الاتحاد؟ أتمنى أن ده يحصل، وأن هذه اللجنة يكون ليها الدور في إعادة الأخلاق والاحترام للوسط الرياضي المصري. ونرجع تاني نتكلم عن الإنجازات، كل واحد بيبقى في نادي، نرجع تاني نتكلم عن الإنجازات اللي بتحصل في كرة القدم المصرية، والنادي الأهلي عايز يعمل إيه، والنادي الفلاني عايز يعمل إيه، بعيدا عن هذه السمعة السيئة اللي بنشوفها الفترة اللي فاتت. وخلي بال حضرتك النهاردة الجبلية أيضا أخطرت الأندية بتفعيل المادة 24 بلائحة الانضباط، وتحذر من العقوبات التي من خلال هذه المادة. أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى جميع الأندية والفروع يخطرهم بتفعيل المادة 24 من لائحة لجنة الانضباط، اللي هي بتقول إيه يعني؟ التي تحذر على أي نادي أو أي من المسؤولين وعناصر اللعبة القيام بأي إساءة باستخدام وسائل الإعلام التقليدية أو الصحف والصحف الإلكترونية أو المواقع الرسمي للنادي أو المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات الإعلامية والتصريحات اللي من على اختلافها ما يمس أو يسيء إلى الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولكن هل من حقي إن أنا أنتقد؟ آه، من حقي إن أنا أنتقد اتحاد كرة القدم وقرارات بيعملها اتحاد كرة القدم زي ما بنعمل هنا في البيت الكبير. لكن هل من حقي ان انا اطلع اقول الاستاذ جمال علام او ايا من اعضاء مجلس الاداره كلمه اتجاوز فيها في حقه؟ عمرها ما حصلت ولا هتحصل. زي ما قلت لحضرتك، حضرتك واهل بيتك كلهم تقدروا تقعدوا تتفرجوا على قناه النادي الاهلي عادي، يعني وانت قاعد مش هتبقى متضايق ان انت يعني ممكن تبقى ما بتحبش اسلام، بتحب اسلام، ما بتحبش مش عارف مين، بتحب مين، لكن عمرك ما هتبقى متضايق من لفظ بيتقال على شاشه قناه النادي الاهلي ابدا، يعني عمرها ما حصلت ولا هتحصل. يعني سواء مين اللي موجود او مين اللي مش موجود، عمرها ما هتحصل ان يتقال كلام كده ولا كده على شاشه قناه النادي الاهلي، لانها شاشه بتخاطب الملايين. اتحاد كرة القدم قال في خطابه أنه في حال ارتكاب هذه المخالفة يعاقب واحدة من أكثر أو أكثر من العقوبات التالية: التوبيخ أو الإيقاف لمدة التي تحددها اللجنة، الغرامة على أن لا تقل عن 50,000 جنيه، عقوبة اللجنة
توقيع اللجنة العقوبة المناسبة دون التقييد الوارد لهذه العقوبات. وبالتالي أنا بقول لحضرتك بناء على الكلام ده لو حصل إن إحنا مش هنسمع تجاوزات مرة أخرى خلال الفترة اللي جاية. أتمنى إن ده ما يحصلش، وأتمنى من المجلس الأعلى للإعلام، وأتمنى من هذه اللجان اللي تم تكوينها في اتحاد كرة القدم أو إعادة تكوينها، وده اللي كان بنطالب بيه دائما من خلال البيت الكبير، أتمنى أن يكون هناك ضرب بيد من حديد زي ما بيتقال على قناة الأهلي أولا. بالمناسبة أهو عشان ما حدش يقول لي مش عارف إيه، على قناة النادي الأهلي أولا، لأن إحنا متأكدين وواثقين في نفسنا، لأن إحنا بنعمل تحت شعار النادي الأهلي. ولكن لو حد طلع شتمني المفروض إن أنا أسكت؟ عموما هذه القرارات إن شاء الله ستعيد النظام والالتزام والاحترام ما بين الوسط الكروي. هو مش الوسط الكروي ولا حاجة، هو معروف 1 2 3، مش هنتكلم أكتر من كده، ولكن تظل دائما هذه هي الحقيقة. وصلنا لفقرة صنع في الأهلي. بطلة حلقتنا النهاردة هي الكابتن منى صبري، بطلة الأهلي ومنتخب مصر سابقا في ألعاب القوة، أسطورة من أساطير الزمن الجميل، غزال مصر الطائر، بدأت مع النادي الأهلي من سنة 86 حتى 2004، حققت العديد من البطولات مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، صاحبة الرقم القياسي المصري في الوثب الطويل والثلاثي، أحسن رقم عربي 2002. صنع في الأهلي، كابتن منى صبري نجمة النادي الأهلي السابقة لألعاب القوة. وبعد كده فاصل، بعد الفاصل النجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير. أنا لعبت النادي الأهلي من 86 لحد 2004، لعبت 17 سنة في الأهلي درجة أولى، طبعا دي أحسن سنين حياتي، صاحبة رقمين مصر طويل وثلاثي. الصراحة أنا من عيلة والدي بيحب الأهلي جدا، أنا مش شرقية، ففي أول سنين حياتي لعبت هناك، فكان عندي طموح جامد جدا إن أنا ألعب في الأهلي وأمثل الأهلي، فطبعا الحمد لله ان انا لعبت في الاهلي. انا بحب الاهلي جدا، لان نادي مبادئ وقيم، ومن احسن سنين حياتي اللي انا لعبتها في الاهلي ومنتخب مصر. كان اهم بطوله عندي يعني من اخر بطولاتي، كان لازم اكسب عشان عندي منتخب، وبرضك النادي كان فرق بيننا وبين الزمالك مش كبير، كان كاس مصر، فطبعا دي الحمد لله كسبت طويل وثلاثي، وحققنا اول في كاس مصر وكسبنا بفرق، يعني كنت انا من الناس اللي هي عملت فارق في البطوله دي. ان شاء الله مع النادي الاهلي، ان احنا طبعا احنا محتكرين البطولات بقالنا فتره طويله، فطموحاتي في الفتره الجايه يعني ان انا ناخد اول بلاعبتي ولاعيبة النادي كلها، وان انا الحمد لله عندي بنت مميزه ان شاء الله تاخد اول افريقيا باذن الله، هي اول مصر والنادي الاهلي طبعا. رسالتي للجماهير، احنا النادي الاهلي، وانا فخوره ان انا بنت من ابناء النادي الاهلي، والحمد لله احنا على طول مشرفين النادي والجماهير طبعا. يعني احنا ما عندناش جماهير كتير، بس اتمنى في الفتره اللي جايه يعرفوا العاب القوى، وان نبقى احنا بنقدم رساله للنادي كويسه جدا، ان احنا نبقى متواجدين. رسالتي للعيبتي ان هم بيلعبوا باسم النادي الاهلي، وده رمز كبير جدا، ولازم نبقى قد المسؤوليه ونكسب في الماتشات اللي جايه كلها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ اهلا اسلام، ازيك؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. انتهت
دخول النادي الاهلي او لعب النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه للمره الثامنه في تاريخه والمره الثالثه على التوالي. كيف ترى هذه المشاركه مع في بطوله كاس العالم للانديه ده اولا؟ ثانيا طبعا كنا نطمح في افضل من كده، ولكن هناك مكاسب عديده. طبعا انا شايفها مشاركه فعاله مره الثامنه. ما ينفعش النادي الاهلي ما يبقاش موجود بين الكبار ابطال القارات. نعم. ده في حد ذاته يعني حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي والكره المصريه والمصر عموما يعني. ايوه. النادي الاهلي طبعا واخد قبل كده برونزيات، كان هياخد الثالثه على التوالي. لعب مع مدارس مختلفه، بدايه طبعا من اوكلاند نيوزيلندي وسياتل الامريكي، ريال مدريد طبعا احد اكبر انديه في العالم، وبعد كده فلامينجو طبعا بطل امريكا الجنوبيه والبرازيل. مدارس مختلفه. اطمنا الحقيقه على الفرقه، يعني انا واحد من الناس اطمنت على فرقتي، حسيت ان الفرقه انت راجع كده خدت 2 مليون دولار سريعه كده بالظبط. دول يعني حاجه كده على الماشي، غير كمان الدعايه الكبيره، وانت لسه في الانترو بتقول من الحاجات المكاسب كمان انك تعمل توأمة او تعمل اتفاق او شراكه بين قناه النادي الاهلي وقناه ريال مدريد، دي حاجه كبيره طبعا. دي حاجه في يعني ريال مدريد ده عشان اساسا تلعب معاه او الناس تلعب معاه بتدفع مبالغ ضخمه جدا عشان يقدروا يلعبوا مع الفرقه دي. حقيقي. فانت بتلعب معاه في مباراه رسميه في قبل نهائي كاس عالم الانديه. اطمنت على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ما راحش عشان يلعب ماتشات ويدافع ويطلع باحسن نتيجه، بالعكس جميع المباريات شايفين مكسب. مباراتين الاولانيين بتوع اوكلاند وبتاع سياتل طبعا فرقتين كبار وانت كسبتهم ابطال القارات، اقل منك الحقيقه ولكن ابطال قارات. ابطال قارات يعني مطلوب مني ايه؟ طيب مش مثلا جايب لك مثلا السادس او السابع في اي حته بيلعب معاك، ده ابطال القاره، بطل قاره وبطل قاره طبعا امريكا. السادس او السابع يا كابتن؟ ما في يعني ناس يعني اللي جت في بقك ماشي. يعني متعود عليا الفتره الاخيره دي. اوكي. فالمهم طبعا ادينا مباريات كويسه، اطمنا على النادي الاهلي من حيث انه فرض شخصيته حقيقي. ولو كلمت بالتحديد طبعا على مباراه ريال مدريد، انت بتلعب اكبر فرقه بالعالم في باللعيبه اللي موجوده فيها، الملايين اللي موجوده فيها، انت ما خفتش وكنت في اوقات كتيره جدا احسن من ريال مدريد حقيقي. وبدات حتى باضاعه الفرص انت قبل حتى هم ما يضيعوا اي فرصه. خلي بال حضرتك لو فاكر النتيجه 2-1، الكره اللي جت لقفشه لو اتحطت تحت جون 2-2 كنت طبعا الاقرب ان ريال مدريد يفوز طبعا. الناس اللي عارفه كوره اسلام بتعرف ان برضو المباراه حتى وان كان انت كويس، انما في ظروف مباراه وسيناريوهات بتحصل ممكن تؤدي للنتيجه دي. نعم. يعني مباراه ريال مدريد النتيجه بتاعتها لا تتناسب مع اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي في اوقات كتيره كان ند واكثر من ند، ضيع فرص كان ممكن تحول المباراه. زي ما قلنا برضو ان النادي الاهلي لعب ماتشين قبلها وكان في نوع من الاجهاد وبيسافر من هنا ويرجع هنا، يعني في كان بعض الاجهاد. انا جبت النتائج او مواعيد المباريات، احنا لاعبين 17-1 بقى. ايوه. قبل السفر. ايوه. 17-1، 21-1، 24-1، وبعدين سافرنا 28، وبعدين لعبنا 1-2، ولعبنا 4-2، ولعبنا 8-2 و11-2. يعني كم مباراه دلوقتي انت عديتها؟ 8 مباريات في وقت قليل جدا جدا، غير طبعا المحل ده انت رايح كمان لمباريات فيها مجهود بدني كبير جدا ومجهود عصبي ونفسي، تلعب تحت ضغط لانك رايح تعمل نتيجه وراح تجيب المفروض مركز، كل الحاجات دي، وبعدين بتصطدم ببطل اوروبا وهو جاي لك اول مباراه، يعني اول مباراه ليه، ومع ذلك اديت بشكل كويس جدا قدام ريال مدريد. جزء معقول يعني. يعني على قد الامكانيات وعلى قد برضو الفوارق اللي بين بعض اللعيبه. هل بالفعل يا كابتن زي ما بقول لحضرتك كده، او زي ما دايما بنقول ان هناك فوارق واضحه ما بين الكره في اوروبا والكره مش النادي الاهلي ولكن الكره في افريقيا؟ 100%. ايوه. لازم نعترف ان في فوارق. بالظبط. والا ما كانش الناس دي يعني بطل اوروبا بيلعب مع عديد من الفرق اللي هي زيه او اقل منه او اكتر منه، يعني بطولات قويه جدا جدا، نظام مختلف. مش عايز يعني مش عايز افتح الموضوع ده، ان انت يعني كتر خير النادي الاهلي انه بيشارك وبيعمل النتائج دي وطالع رابع الكبار.
ومع ذلك احنا كان عندنا امل كجمهور الاهلي وكمشجعين وكمحبين لنادي الاهلي ان احنا نكسب. انت كنت ده الطبيعي. انت كنت قريب، انت بتلعب قدام ريال مدريد، ما رحتش لعبت ريال مدريد قافل ومستني يجي فيك جون وما بتهاجمش، لا انت بالعكس انت بتدافع وبتهاجم يعني، وفي حد ذاتها كويسه. يمكن كنا بنعاني من الموضوع ده في قبل كده في البطولات اللي قبل كده، انك كنت مقفل وما بتروحش مباراة بايرن ميونخ، وتلاقي التحليل ماتش بعد الماتش تلاقي النادي الاهلي ما وصلش، النادي الاهلي ما ضيعش فرص. لكن انت في مباراه ريال صحيح يعني لو عملت مقارنه، طب بكره نعمل الموضوع ده، لو عملنا مقارنه بين مباراه ريال مدريد الاهلي وريال مدريد والاهلي وبايرن ميونخ مثلا، هتلاقي اختلاف كبير، هتلاقي اختلاف كبير جدا. 2-0 بس انت ما رحتش خالص لجون بايرن ميونخ. انت ماتش ريال مدريد انت رايح قبله زي ما بقول لك بفرصه، ورايح حتى بعد الخساره واحد راح بكذا فرصه وكره قفشه و2-1 وممكن ترجع. وبعدين خلي بالك احنا برضو لازم نتكلم على بعض الاخطاء الخفيفه، ما هو انت مش معقوله. طبعا مش معقوله انك بتقابل فريق كبير قوي زي ريال مدريد تضيع فرص وتغلط في الناحيه الدفاعيه اخطاء. مزبوط. فانت يعني عايز يعني انت متخيل النتيجه تبقى ايه، واخطاء طبعا ما بتتكررش كتير، واخطاء قاتله في اوقات قاتله. انت عارف يا كابتن انا دايما، وبرضو حضرتك يعني تبقى افضل مني في هذا الكلام، دايما كان اي مدير فني يقول لك ايه، الاخطاء الفرديه سهل ان هي تتحل. صحيح. او يعني سهل ان هي يتم تطويرها، ولكن المشكله دايما بتبقى اخطاء الجماعيه بالظبط والاداء نفسه. فالحمد لله ان الاخطاء اخطاء جماعيه مثلا من اسلام، فهجيب اسلام اقول له بالظبط ما تبقاش مثلا الكره وانت بترجعها لازم ما ينفعش ترجعها كده بالظبط، لازم ما ينفعش ترجعها بشمالك وتقلش منك. صحيح. لازم ممكن ترجعها بيمينك او تطلعها لبره على الطرف احسن ونخلص. بالظبط. او لو مضغوط عليك قوي ممكن تحتفظ بالكره وتلعبها على جنب، ما تبقاش بترجع مثلا في يعني النص على 18. الاخطاء الفرديه بيبقى ليها علاج، اصلاح سريع، علاج. صحيح. صحيح. يعني مثلا احنا عندنا مشكله التهديف، وده اللي قاله مارسيل كولر. صحيح. فبالتالي لازم بقى اجيب محمد شريف واجيب شادي واجيب تدريبات تخصصيه وبعد التدريب دايما على طول اتكلم على الانفرادات واتكلم على الكور اللي بتبقى مرتده ازاي اتصرف فيها و الاخطاء زي ما بقول الفرديه دي يعني ما بتتكررش كتير، بيبقى نادر. بس هي بتبقى ظاهره قوي في المباريات القويه مع الفرق الكبيره قوي. لان الفرق الكبيره لما بتحصل قدامها اخطاء، وقلنا الكلام ده قبل المباراتين الحقيقه، الاخطاء الصغيره دي بتتعاقب بيها على طول. فانت ضيعت فرص وجات لك حاجات غلطات ورا في المدافعين او نص الملعب ادت الى الاهداف. فانت برضو يعني لما يكون فرقه متقدمه وبعدين تعادل وبعدين يعني صعب انك ترجع برضو مع الفرق الكبيره دي، وخصوصا ان انت زي ما بقول لك انت تحت ضغط عصبي وبدني من المباراه اللي قبل كده. صحيح. كذلك برضو المباراه الاخيره فلامنجو بتيجي تبص تلاقي برضو اخطاء ساذجه. يعني مغلوب 1-0 توصل 2-1 وبعدين انا بشوف يا كابتن، ما اعرفش برضو حضرتك قول لي وجهه نظرك في هذا الامر، مباراه فلامنجو تحديدا انت كنت افضل في كل حاجه لحين الطرد طبعا، باستثناء اول 10 دقايق ربع ساعه طبعا في المباراه. صحيح. وبعد كده طول المباراه لغايه الطرد. صحيح. انت افضل في كل شيء، افضل بمراحل. ضيعت فرص، وصلت، استحوذت، ضيعت ضرب الجزاء يعني. ما يعني انا بقول ان التحكيم له دور مهم اكيد طبعا في أكيد. خساره النادي الاهلي والمره دي يعني انا بشوف ان التحكيم له الدور الاكبر، على الرغم ان مصطفى غربال ده واحد من افضل الحكام اللي موجوده في افريقيا. صحيح. خلي بال حضرتك. صحيح. ولكن انا بقول ان هو له دور كبير جدا جدا، الاخطاء اللي عملها يعني لها دور كبير جدا في ان احنا. صحيح. وبالتحديد طبعا الكره بتاعت خالد يعني غريبه، ما كانتش تستاهل اساسا موضوع الطرد، لان الراجل متطرف، وبعدين انا مش رايح اشده او اعمل له تاكلينج، انا ماشي وراه يعني، اتفقنا بجري وراه معرض ان يبقى لازم فيه احتكاك حتى بسيط. ومن بره 18 فما تستاهلش موضوع الطرد، لانك انت ما كنتش تقدر. وطردوا ليه يا كابتن؟ انا مش عارف بجد يعني، والله العظيم يعني انا مش عارف يعني. انا كلمت كابتن ناصر العباس وسالته، وكلمت كلمت كذا حد يعني، ناس كتيره جدا، محدش عارف هو طرده ليه. هو اتلخبط يعني. انا سالت، تخيل ان انا وصلت لمرحله ان انا اسال ده الانذار الثاني يا جماعه ولا لا. ايوه هو اتلخبط لما حسب الاول ضربه جزاء وبعدين الفار جابه، فلا من بره لا، يعني اتلخبط. ايه اللخبطه مع الفرقه الثانيه برضو ده ما تعرفش ايه اللي ممكن يكون حصل له. بس طبعا الطرد اثر تاثير كبير جدا. انت بتلعب في مباراه زي دي
في شوط تاني وانت ناقص يعني. ومع ذلك وصلت وكملت، ما تراجعتش بقى وقفلت وعملت ولعبت على المرتدات، لا انت كملت وهاجمت وعملنا بعض التغييرات، لان برضو صعبه ان يعني يبقى حد من المدافعين ويحصل طرد في المدافعين، برضو بتبقى صعبه على اي فرقه عايزه تعوض وعايزه تهاجم. اداء مشرف الحياه للنادي الاهلي، زي بقول لك مثلا زي ماتش فلامينجو والهلال، سيناريو الماتش يروح للهلال من الطرد ومن الحاجات دي، نفس الوضع. ما انا مش عايز اصالح فلامينجو، اصالح فلامينجو على حساب الاهلي، على حساب الضغط اللي حصل من فلامينجو على الحكم بعد المباراه، وقال كذا وكان متحامل وطرد وعمل وكذا، والانذارات والكلام ده كله ممكن يكون اثر تاثير مباشر او غير مباشر طبعًا. على رغم ان الكابتن مصطفى واحد من افضل الحكام، ما واحد يقول اللي ليه واللي عليه برضه. انما الحقيقه كان غير موفق في بعض الكور اللي اتلعبت، زي ما بقول لك برضه كره معلول اللي اتحسبت ضربه جزاء في الاول برضه متردد و و و وبعدين يحسبها. انا مش شايفها برضو مش، بس يمكن يعني انا شايفها مش ركله جزاء. هل الكور دي بتتحسب بره؟ ما تتحسبش بره، ما تتحسبش خالص، لان بيبقى في التحام، لان انت بتتكلم على ال 18، هو المفترض ان المدافع ما يلمس الراجل خالص يعني، ويبقى بعيد عنه ويسيبه يروح يجيب جون، ما لازم يبقى معاه والاثنين حاطين رجلهم في الكوره. فكذا حاجه اثرت، هو ربنا ما كانش رايد، لان لو ربنا رايد كان ممكن ضربه الجزاء بتاع علي معلول جت، كان ممكن حاجات كتيره تتغير. انما المحصله زي ما بقول لك، انا عايز اقول لك يا اسلام حاجه مهمه جدا جدا، الاستفاده من البطوله دي انا بعتبرها فتره اعداد قويه جدا للنادي الاهلي عشان يبدا بطوله الابطال. لا يا كابتن برضه مش فتره اعداد، يعني دي برضه بطوله مهمه جدا. انا عارف بس انت المفروض بقى تستفيد منها استفاده قويه، لان انت هل انت هتلاعب فرق، انت اتضغطت برضه في 11 يوم اربع ماتشات. طبعا انا معاك، بس هل انت تعتقد ان الاهلي ممكن يقابل فرق اقوى من الفرق اللي لعبها دي في بطوله افريقيا عموما كلها؟ يقابل اقل من ريال مدريد وفلامينجو بتاع، فانت قابلت سياتل، فانت قابلت الصعب ويعتبر برضه خارج ارضك، انت فاهم ازاي؟ فانت دي دروس مستفاده بقى للفرقه. وكولر طبعا حط ايده على يعني دلوقتي معظم اللعيبه في اكبر المنافسات، صحيح، يعني مش بس في بطولات بطوله الدوري المحلي، خلال الماتشات بيعمل التبديل والتوفيق وبتاع عشان يقدر يوصل لاحسن العناصر. انت كمان شفت العناصر بتاعتك تحت الضغط الجامد البدني والعصبي والنفسي، فالمفروض ان احنا نستفيد بقى من الكلام ده كله طبعًا. خلال الفتره الجايه ان شاء الله لما نرجع، وخصوصا ان انت برضو راجع لضغطه وضغطه جامده. الناس اللي بتتكلم، بعض الناس اللي بيتكلموا على كولر ويقول لك اصله بيغير اصل، يا جماعه يعني كان في ناس مثلا بتتكلم بتقابلني تقول لي يعني حسين الشحات من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في البطوله، ازاي ما لعبش الماتش الاخير؟ يا جماعه الراجل يعني مش معقول يكون عنده حسين الشحات في حالته البدنيه السليمه وما يبداش بيه، وخصوصا بعد الاداء المميز اللي هو عمله مع طبعا فرقه النادي الاهلي. انما اكيد كان يعني بدنيا مجهد تعبان عشان كده ما قدرش يبدا بيه. كذلك برضو محمد هاني برضو من نجوم البطوله، كان اكيد بدنيا برضو تعبان فعشان كده غير. فالناس اللي بتقعد تتكلم وتقول مستر كولر والتغييرات واصل ما عملش وسوى، بص انا دايما في المدير يعني الفني بقول رايي الشخصي، هو كل مدير فني ولو مدرسته، صحيح مدرسه كولر بكده، والحقيقه كان ماشي كويس جدا. يعني هو لما غير في المباراه، والله يا كابتن انا سمعت، كان اعتقد كابتن هشام حنفي وكابتن سامي الشيشيني وكابتن معاهم حد كمان، كابتن مش فاكر، كابتن فتحي سند ولا كابتن حسن المستكاوي، والثلاثة أنا بحب كابتن سامي الشيني جدا طبعا، كابتن هشام حنفي بحب أسمعه جدا، كنت في الراديو بسمعه بشوف ده قبل المباراة بساعة ولا حاجة، إزاي يغير في الثلاثة الحقيقة، يعني قالك إزاي، يمكن هشام اللي قال إيه، لكن قالك إيه إزاي يغير في التشكيل وإزاي يعمل وإزاي يعمل. طيب لو كانت المباراة خلصت بالمكسب مثلا، وبعدين أنت كنت أقرب لغاية الطرد بصراحة، تمام، والأهلي عمل تشكيل او عمل مباراه من وجهه نظري واحده من افضل ساعه الا ربع، اللي هي بالزبط. من بعد الربع ساعه الاولى في الشوط الاول لغايه الطرد بالظبط، اللي هو في الشوط الثاني تقريبا في الدقيقه 65 حاجه كده، او 60 تقريبا، كم 60 تقريبا، حاجه كده، الساعه الا ربع دي من افضل المرات اللي لعبها النادي الاهلي، ده حقيقي بمجموعه اللاعبين اللي موجودين. طيب كنت هتقول ايه بقى لو كان كمل بقى؟ وبعدين انا عايز اقول لك حاجه،
الثلاثة اللي انت ذكرتهم محللين كويسين جدا جدا وناس على مستوى عالي، بس هم الثلاثة لو كل واحد فيهم اختار تشكيل قبل الماتش هيبقى مختلف، هيبقى مختلف كلهم كل الناس صحيح. فاذا كنتوا انتوا كده يعني، طب مين صاحب الحق الاصيل في التشكيل؟ هو الراجل اللي عايش مع الناس صحيح. الراجل بتاع الاحمال، وانا قلت الكلام ده قبل المباراه الاخيره لما اتسالت عن التشكيل، قلت الراجل بتاع الاحمال هيبقى له دور كبير جدا جدا في التشكيل. وحضرتك بتتكلم معانا مباراه الاهلي المقبله هي يا كابتن. صحيح. بص بقى حضرتك، شوف زي ما حضرتك عايز بقى. عندك السبت، سبت ثلاث سبت، ثلاث سبت، ثلاث سبت. طيب يعني مفيش، خلي بال حضرتك منهم يوم السبت الاخراني 11 مارس ده انت رايح جنوب افريقيا. بالظبط، خلي بالك. صحيح. طيب يوم السبت 18 مارس انت راجع، انت مسافر، مسافر السودان. هترجع من السودان على اسوان على طول. صحيح. ده اللي انا عارفه يعني. صحيح. هو لم يتم الاعلان حتى الان، ولكن اللي انا عارفه ان انت هترجع من مباراه الهلال، مش هترجع القاهره وترجع على اسوان، لا هترجع على اسوان على طول. صحيح. لا وبعدين يعني اسوان ترجع بعدها بثلاث ايام، اليوم الرابع تلعب سان داونز، ثلاث ايام او يومين، اليوم الثالث تلعب الداخليه في الدوري. تمام. يومين اليوم الرابع تلعب القطن الكاميروني 28 فبراير، ده اخر يوم خلي بالك. فانت عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه، تلعب ثلاثه واليوم الرابع القطن. صحيح. الاهلي والمقاولين 4/7 يومين وتلعب الثالث. انت كمان انت وتسافر جنوب افريقيا، انت واصل النهارده، وصل النهارده حد 48 ساعه راح، وصل الحد مش هتلحق كمان، لان انت هتريح 48 ساعه اتمرن وبعدين تسافر. صحيح. تسافر تلعب، فانت جاي من معترك قوي جدا جدا، وسفريه المغرب اساسا مش سهله، لان حوالي يمكن 4 ساعات ونص 5 ساعات بتيجي تسافر، وبعدين المزج كمان اسلام ما بين البطولات، يعني انت بتتكلم على راجع على افريقيا، وبعدين هتلعب محلي، وبعدين هتلعب افريقيا، وبعدين محلي افريقيا، محلي افريقيا، يعني انت واخد بالك ازاي؟ التداخل ما بين كمان البطولات، يعني انت فاهم، ماتش محلي وماتش افريقي، ماتش محلي وماتش افريقي. انا بحب العب مع سان داونز، ولكن انا بالنسبه لي سفريه سان داونز ايه اللي صعبه؟ مزعجه. بتتكلم على بلد في جنوب القاره. جنوب القاره دي في حد ذاتها انت حتى لو نايم في الطياره هتتعب. لا دي ما دي تعب طبعا. فيعني لا يعني اجهاد جامد جدا جدا. فانت بص معظمها ثلاثه يعني السبت ده الهلال ثلاثه، الاسوان هترجع تلعبه ثلاثه، بعدين بقى سان داونز 9، الداخليه 9، 7، القطن الكاميروني 6، المقاولين 5، الاهلي وسان داونز 3. يعني الحقيقه يعني ثلاث ماتشات، اربع ثلاث ماتشات الساعه 3 وماتشات الساعه 6. يعني انت هتمر بكل ظروف، كل ظروف من سفر ومحلي وافريقي وتوقيتات مختلفه. عشان كده الراجل لما مسك النادي الاهلي درس كويس قوي السنه اللي فاتت الاجهاد اللي حصل وضغط المباريات، والحته دي حطها في دماغه من اول يوم، ان احنا من اول ما الراجل مسك لغايه النهارده المباريات اللي لعبها دي كلها ما شفناش ثبات للتشكيل. كل ماتش وله تشكيله المختلف، لان هو عايز يعني يقوم اكتر عدد من اللعيبه تحسبا للكلام اللي احنا بنقول الجدول اللي احنا شايفينه ده. هل الجدول اللي احنا شايفينه او اللي احنا جايين منه يتحمل ثبات تشكيل؟ استحاله، استحاله مطلقه. يعني انت لما لو نجم النجوم واحسن واحد عندك في الفرقه، معلش يا سمير بعد اذنك خلينا الجدول ده كده عشان بس علشان بس الايه يعني الناس تقول لك اصل مش عارف. لا بعض من لا يشجع الاهلي برضه، انا لما دايما باجي اتكلم بتكلم على بعض من لا يشجع النادي الاهلي، مش على جمهور النادي الاهلي. من حقه يقول اللي هو عايزه، من حقه ينتقد، من حقه يعاتب، من حقه كل حاجه. جمهور النادي الاهلي يعمل اللي هو عايزه، خلي بال حضراتكم. فعايز اقول لك انت لو عندك نجم الفريق واحسن لعيب الفريق ومش واقف على رجله ومجهد، بيبقى اقل من اي حد تاني موجود. مزبوط. فانت اهم حاجه انك يبقى في لعيب في الملعب واقف على رجله عشان يقدر ينفذ ويؤدي، لان هي القصه مش بس يعني الكره زي ما بيقولوا مش في الدماغ بس، العلم مش في الراس، في الراس. فاهم ازاي؟ الكره في الرجلين والاجهاد والعضلات، وكل واحد في الدنيا عنده تحمل معين، فبالتالي جه من هنا التغيير في التشكيل. بتكلم طبعا بوجه كلامي للناس اللي بتنتقد وتقول اصل كان لازم يلعب فلان او فلان او فلان. لا بص يا كابتن، دي وجهه نظرك طبعا، ولكن انا اقصد انه الجمهور دائما من حقه ان هو ينتقد. طبعا اتعلمنا منكم كده. طبعا الكلام ده حضرتك كنتوا دايما تقوله لنا، ان الجمهور من حقه اسلام ينتقد، لكن انت بتتكلم هنا عن
الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي دايما بتودي الامور في اتجاهات مش لطيفه. وعايز اقول لك حاجه اسلامي على الناس بعد ما لا يشجع. الناس اللي بتقابلنا في الشارع وبعد تحديد المباراه الاخيره دي كانوا زعلانين شويه بتاع لما هديوا. هم زعلانين ليه؟ لان دايما جمهور النادي الاهلي عايز النادي الاهلي في اعلى حته. احسن حاجه. صحيح. واحسن حاجه. صحيح. واحنا رايحين كمان ما بنفكرش في البرونزية، احنا بنفكر ان احنا ازاي نوصل للنهائي. هو ده يعني اسلوب النادي الاهلي وطريقه النادي الاهلي. فالناس بعد ما هديت شويه قالت لا، طب ما كويس ان احنا رحنا وشاركنا ورابع عالم ولعبنا مع فرق قويه جدا جدا وعملنا نتائج واطمنا على الحقيقه. انا من الناس اللي مطمنه على فرقه النادي الاهلي. اه في اخطاء ان شاء الله هتتعالج، واخطاء كلها يعني الناس عارفاها وباينه، واكيد مستر كولر شايفها واضحه. عايز اقول كمان يعني جمهور النادي الاهلي المجموعه دي يا جماعه اللي جابت بطولات قبل كده وادت الاداء المشرف في البطوله دي. صح، احنا منتظرين منهم افضل دايما من كده، ولكن طبعا بيبقى في عتاب. حق الجمهور ان هو يعاتب. مليون في الميه، والا ما يبقاش جمهور النادي الاهلي. الله ينور عليك. ما يبقاش جمهور النادي الاهلي يعمل كده. يعني مثلا اهو انا لسه كنت هقول الكلام. الحمد لله والشكر لله. انا زي ما قلت، انا واحد كان مشجع اهلاوي، يمكن انا مثلا بكلم اللعيبه، اتكلمت مع معظم اللعيبه بعد المباراه وعاتبتهم. صحيح. ولكن بحب طبعا، باخوه طبعا، وقلت لهم انتوا يا جماعه لازم تعتذروا كلكم للجمهور. صحيح. وبالفعل صحيح. ادي محمد شريف اهو كاتب ايه يا كابتن حشيش؟ قدر الله ما شاء فعل، بعتذر لكل جماهير النادي الاهلي عن الهدف المؤكد والذي كان من الممكن ان يتسبب في تعزيز الفوز. اشعر بكل مشجع زعلان، وربنا وحده عالم اللي انا فيه، واعدكم بالافضل في الفتره القادمه في كافه البطولات. حاجه محترمه جدا. وبعدين شريف احنا ما ننساش شريف. صحيح. اللي جاب بطولات للنادي الاهلي ولا احرز اهداف. سلام. سبحان الله، كنت لسه بتكلم في محمد شريف وفي افشل تحديدا قبل، والشناوي وبيرسي تاو قبل في الانترو. يعني ما لينا عتاب عليهم، لازم يركزوا احسن واعملوا. انا قلت له ركز، لازم وموت نفسك والفتره اللي جايه واعمل واعمل. صحيح. فيعني لا، الناس حاسه. ويتاكد يا اسلام ان جمهور النادي الاهلي بيثق فيه طبعا، وبيثق في قفشه، وهو ده والشريف اللي كسبنا بطولات وكسبنا مباريات قمه وجاب اكتر من هدف وفرح الناس. هيجيب تاني وتالت ورابع، لانه عنده الامكانيات. ما ينفعش اللعيب اللي انت طلعته السما وكان كويس وهداف عشان ماتش تيجي تقول لا اصله ما كذا او كذا او كذا. صحيح. فالحقيقه اللعيبه دي كلها لعيبه رجاله برضو، بتلعب مع فرق قويه جدا جدا، وبيلعب مع مستوى اول في العالم. حتى فرقه البرازيل من الفرق القويه جدا جدا، وعندها لعيبه بيلعبوا برضو في الدوريات. وانت كنت افضل، انت كنت افضل. انا وجهه نظري ان انت كنت افضل لحين الطرد. بعد الطرد الامور تغيرت تماما. سيناريو المباراه ادى لكده. صحيح. لازم نعترف المباريات الكبيره دي ما ينفعش تلعب ناقص. ما ينفعش تلعب ناقص. صح. وهو حته التحول بعد موضوع الطرد. يعني انا سعيد جدا بما قدمه او باللي بيقوله محمد شريف على كل تقريبا حسابات محمد شريف على مواقع التواصل. صحيح. الاجتماعي كاتب فيها احنا عندنا لعيبه بتحب جمهورها. صحيح. بتحترم. صحيح. عقول جمهورها. هو متاكد ان هو طبعا. وده اللي انا كنت بتكلم فيه. احساس ان هو عايز يعتذر. ان هو عايز يعتذر. يا جماعه انا غلطت، مع انه بشوف ان هو يعني كان ممكن تبقى نتيجه 3-1، لكن كان ممكن يرجعوا علينا 3-3. محدش كان عارف. وارد. كان وارد, وارد يعني طبعا. لكن اقصد انه بص، احترام الجمهور وحب الجمهور النادي الاهلي. عشان كده في اول كلامي في الانترو كنت بقول لحضراتكم انه لازم نقف في ظهر لاعبتنا الفتره اللي جايه. زي ما وريت لحضراتكم من شويه، فتره صعبه جدا 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 يا كابتن حشيش. لسبب كمان، ما هي المجموعه دي يا جماعه اللي هتوصلك تاني ان شاء الله لكاس عالم الانديه. يا رب ان شاء الله. اللي النادي الاهلي ان شاء الله بيبقى قاسم مشترك على طول في البطوله دي. فاللعيبه دي لازم يبقى فيه نوع كبير من انواع الدعم من الجمهور، اللي هو طبعا اساسي. والنادي الاهلي جمهوره ما بيتغيرش وهو خالص. وهو ده الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي يا كابتن حشيش واي جمهور اخر. عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير. الاهلي بيغلق ملف المونديال استعدادا لايه بقى؟ لدوري ابطال افريقيا. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. طيب كابتن حشيش، هنتكلم عن كاس دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا الراجل النهارده الحمد لله بالمناسبه الفريق يعني من 3 دقائق 4 دقائق وصلوا بالسلامه. الحمد لله على سلامه فريقنا. سيظل هذا الفريق هو فريق بطل، وهنفضل كلنا في ظهره، وهنفضل مساندين ليه، وهنفضل داعمين ليه زي كل جمهور النادي الاهلي.
او معظم جمهور النادي الاهلي هيعمل هذا الامر، لانه الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا. الراجل هيدي لهم كابتن مارسيل كولر 48 ساعه راحه، ثم بعد العوده من الراحه بقى يبدا التدريبات والاستعدادات لبطوله دوري ابطال افريقيا، واولى المباريات ان شاء الله يوم السبت القادم 18 فبراير مع الهلال السوداني في السودان الساعه 3 ظهرا. وبالتالي يومين راحه، افتكر ان بعد ال 11 يوم واربع ماتشات في 11 يوم اعتقد ان مناسب جدا انت تدي لهم يومين راحه. تيالي ما يقدرش يدي اكتر من كده طبعا. أوكي. لان الوقت ضيق قوي. اتكلم على النهارده الحد، هيدي 2 و3 يبدا الاربع عشان تلحق كمان تتعالج بعض الاخطاء اللي كان موجوده، وتشوف انت هتلعب ازاي المباراه اللي جايه، خصوصا اول مباراه بره ارضك مع فريق صعب الهلال السوداني، وخسران المباراه الاولى، خسران المباراه الاولى، وديربي، ديربي كمان بين. انا اتفرجت على المباراه على فكره، فريق جيد. لا لا فريق كويس، وعلى ارضه بيبقى صعب، وانت كمان جاي بطل، انت جاي صحيح ممثل القاره في افريقيا طبعا مع الوداد، فانت راجع من معترك كبير، الناس برضو منتظره، والناس يعني مهتمه جدا بالماتش هناك طبعا، وحاسين ان النادي الاهلي جاي لهم كالعاده. النادي الاهلي لما بيروح اي حته سواء هنا او بره بيبقى فيه اهتمام غير عادي من الفريق اللي بيقابله في الاستعداد وكده. المباراه الاولانيه دي بتبقى صعبه جدا جدا، وهي خارج ارضك تجيب فيها نتيجه كويسه، تظهر برضو شخصيه النادي الاهلي اللي انت اظهرتها، تخرج من الكلام اللي اتقال بقى انت واصل اتغلبت وعملت وكلام من ده. لا انا دي حاجه تانية خلاص، انا قفلت الصفحه، قفلت الصفحه خلاص بتاع كاس عالم الانديه، واتكلم على بطوله اللي جايه اللي ان شاء الله باذن الله من اول مباراه ببقى حاطط في دماغي ان انا ابقى بطل النسخه دي عشان اوصل كاس عالم الانديه بعد كده، لان انا يعني خلاص انا وصلت لمرحله ان انا مش عايز اروح بس كاس عالم الانديه، لا ده انا عايز بقى اروح احقق مركز واوصل لنهائي، لان حسينا من خلال المباريات اللي فاتت ان كل مش شيء بعيد. جايز كل شيء مش بعيد خالص صحيح. يعني بما اننا بنقفل بقى هذه الصفحه، صفحه كاس العالم، ونبتدي بقى نفكر فيما هو قادم، ومع اعتذار محمد شريف لكل جمهور النادي الاهلي، الحقيقه برضه يا كابتن دايما المباريات الاولى بتبقى مباريات صعبه جدا صحيح. زي ما حضرتك صحيح. تفضلت وقلت، ولكن خصوصا بقى لما تبقى اولى المباريات اتلعبت وانت ما لعبتش. اه طبعا طبعا. وسان داونز لعب المباراه الاولى وهو منافسك مع الهلال، مع تقليدي يعني بقيه الفرق القطن الكاميروني في المنافسه على هذه المجموعه، على قمه هذه المجموعه، فبالنسبه لك انت موضوع، انت في موقف صعب برضه مش سهل. صحيح. وهتروح تلاعب الهلال بقيمه الهلال واسم الكبير للهلال وجماهيريه الهلال في السودان. اما بتبقى متاخر شايفها ازاي يعني ماتش شايفه ازاي؟ اما بتبقى متاخر والناس لعبت قبلك وبتاع، فانت مطالب ان انت تحقق نتيجه كويسه عشان النادي الاهلي لازم يتصدر صحيح. وبعدين لازم نرضو اي مباراه او اي سيناريوهات حصلت قبل كده في بطولات، ولو افتكرنا كمان البطولات اللي قبل كده بيبقى في عصلجه شويه في البدايات في بطوله افريقيا وفي دوري المجموعات، بتبقى في عدم توفيق في المباريات الاولانيه بتخليك تقعد تحسب حسابات قبل دوري المجموعات ما يخلص. احنا عايزين المباراه دي، لان المباراه دي مفتاح لان شاء الله الصعود باذن الله، انك مباراه مع فرقه برضو بتنافس مع سان داونز والقطن الكاميروني، الثلاثه الحقيقه مجموعه صعبه يعني، فانت لما تبتدي مع فرقه بره ارضها وتكسب تاخد الثلاثه بونت، ده بيديك دفعه للبعد كده يعني. طيب كولر يتعامل مع هذه المباراه ازاي في ظل عودتك ووجودك كرابع للعالم؟ لعبت اربع مباريات في 11 يوم، ولكن انت في الاخر رابع العالم، يجب ان نفتخر بهذا بهذا المركز المتواجد فيه النادي الاهلي. على الجانب الاخر انا بقى كفنيا ابص لهذه المباراه ازاي؟ انا بلعب في القاره، بلعب وانا بطل القاره، نادي القرن، لازم افرض شخصيتي، انا لعبت مباريات قويه جدا مع فرق قويه جدا جدا، اهتم بالخصم كويس قوي قوي او المنافس قوي قوي، ابدا مباراه قويه احط في دماغي انزل ان انا اكسب، موضوع ان انا اروح عشان اعمل احسن نتيجه ما انا لسه في الاول وعندي مباريات على ارضي، لا لازم اعمل مباراه كويسه وضاغط على الفرقه دي من البدايه، التكتيك طبعا اللي هو شايفه مناسب، بس لازم افرض، لان اذا كنت انت رايح هو برضو خايف منك، انت النادي الاهلي وراجع من كاس عالم ورابع عالم، فهو برضو خايف وقلقان منك عشان التاريخ بيقول كده،
والحقيقه هي كده. فانت لازم تثبت دي وتاكد دي بالاداء في الملعب، ايا كان بقى اللي هيلعب هو يختار طبعا التشكيل المناسب والطريقه المناسبه. انما النادي الاهلي دلوقتي من اللي شفناه في كاس عالم الانديه بيهاجم بره وجوه، ما بيروحش بقى زي زمان واقدر الماتشات اللي بره ارضي ادافع والعب على المرتدات لا انا رايح من البدايه عشان احرز اهداف واستغل بقى كمان واتعلم من اخطائي. الفرص اللي بيجي لي لازم احقق منها نسبه كبيره من الاهداف، لان انا دلوقتي بوصل. المشكله لو ما كنتش بوصل دي اللي كانت تبقى مشكله في اللعيبه وفي الجهاز، انما الراجل وصلك لمرحله انك بتوصل على طول لمرمى الخصم. انت بقى الدور عليك ان انت تركز وتستغل الفرص. استغلال الفرص بره ارضك مهم جدا جدا، لانه بيلخبط الخصم اللي بيلعب على ارضه، وهتسهل على نفسك المباراه، وهتبقى مباراه مفتوحه لو انت قدرت تحرز في بدايه المباراه، تحط دماغك ان انت كسبان الماتش ده ان شاء الله باذن الله، هيديك دفع اللي جاي. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا في المباريات القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن حشيش على وجودك معانا. بشكرك. ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى فيها كاس ودوري وبطوله سوبر، وان شاء الله وبطوله افريقيا كمان ان شاء الله. وده قدر النادي الاهلي، وهذا هو قدر البطولات الكتيره والمنافسات الكتيره المطالب فيها يبقى نمره واحد، وان شاء الله يفضل نمره واحد. يعني ادينا شايفين كاس عالم رجعت تاخد يومين، وبعدين هتسافر تلعب في دوري ابطال افريقيا، هترجع تلعب في الدوري وهكذا، وتمر الايام وتمر الايام. انا بشكرك جدا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل استقبل استاذنا الاستاذ محمود صبري والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا استاذنا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ وحمد لله على السلامه. يعني انا عارف ان انت كنت تعبان، ظهرك وجعك شويه، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يخليك. اخبارك ايه؟ وكله تمام؟ تمام. ظهرك اخباره ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايضا استاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك استاذ عبد الحكيم؟ ما كانش تعبان وما قاليش ان انت تعبان، بس ماشي مش مهم، ما فيش مشكله. ازيك استاذ عبد الحكيم؟ الحمد لله. كنت تمام الحمد لله. استاذ محمود خليني ابدا مع حضرتك ونبدا بمشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، كيف رايت هذه المشاركه؟ بامانه شديده انا شفت من الاول قرار الفيفا يعني اللائحه انها تدي الفرصه للنادي الاهلي انه يلعب في كاس العالم وفي المغرب وتتنقل من ابو ظبي للمغرب، انا شايفها يعني ده زي ما تقول كده نوع من جبر الخطر. اوكي. على فريق عمل جهد كبير جدا في بطوله ويخسرها زي اي مباراه عادي جدا، خساره والمكسب ده امر وارد يعني. لكن حضور الاهلي في المحفل الدولي الكبير اللي هو يعني متعود عليه في على مدار 7 مشاركات، ودي المشاركه التامنه، وكان ممكن تبقى 9 و10، لكن هي دي الرياضه ودي الكوره، ودايما بتيجي الحاجات والبطولات دي بتعلمك. لانه برضه عاوز اقول يا جماعه انه انت المكاسب اللي بتحققها ما بتبصش على مكسب المادي بالدرجه الاولى بقدر بتبص على المكاسب الفنيه وبناء شخصيه الفريق. يعني من المواقف زي دي انت عاوز تشوف برضه اللي معاك الكواليتي ده يقدر يتعامل ازاي. يعني انا عجبني قوي تصريحات كولر بعد مباراه فلامينجو لما قال لك لا لما عاوزين نروح في حته تانية يبقى في حاجات كتير ما ينفعش نعمل ايه الحاجات اللي بتحصل دي، المفروض نعدي المرحله يبقى عندنا ايه مزيد من التركيز. انت احتكيت بمدارس هتدفع فلوس عشان تلعب معاه، عشان نكون واقعيين مع بعض. صحيح. لما 4 مدارس مختلفه. لما تيجي تلعب مع ريال مدريد هتقول لي ان انا هحتاج العب معاه مباراه، واحنا شفنا لما ريال مدريد جه في 2001 في 3 اغسطس نعمل احتفاليه للنادي الاهلي الشهيره، الاهلي كانت حكايه كبيره جدا. لما جه برشلونه في 2007 كانت حكايه كبيره جدا، وغيره من المواجهات اتلتيكو مدريد الكبيره. ويعني عاوز اقول لك ايه، انا شايف انه مشاركه رغم انه فيها ضغط وارهاق على موسم يعني مليء ومزدحم، وانت شايف النهارده راجع على طول يومين راحه وبعد كده طالع على السودان في مواجهه ديربي صعبه جدا. صعب جدا بعد خساره السودان. هنتكلم عن الامر. طبعا هيبقى ديربي صعب جدا بين الاهلي وبين الهلال. فاعتقد لا، فيها فوائد كتيره، فيها يعني استفاده، فيها سلبيات اكيد هتخلي النظره مستقبليا هتكون مختلفه للكواليتي اللي هتبقى تفكر فيه. لازم يكون عندك رؤيه مستقبليه في البحث على عناصر، زي ما انت شفت الفارق بيبقى عامل ازاي ما بين لاعب وملاعب، ما بين شخصيه لاعب في المباراه، ما بين التصرف، ما بين القرار. القرار
هو شخصيه اللاعب نفسه. صحيح. ودليل انك انت لما اكتسبت الفتره اللي الكره المصريه وصلت فيها للسيطره على امم افريقيا لثلاث دورات لم ياتي من فراغ، وسيطره الاهلي على دوري ابطال افريقيا على مدار ثلاث اربع بطولات، وايضا مشاركته في كاس العالم للانديه، دي خبرات، لعب مباريات مع انديه كبيره، دي خبرات، دي زودت مع المنتخب، بيلعب مباريات مع منتخبات كبيره، ادي عندك ايه؟ تقلت العناصر الموجوده عندك، وبقى اللعيبه الجامدين هم اللي فضلوا واللي ما استحملوش الحاجات دي تلاقيهم ايه؟ تراجعوا جانب غيرهم بقى ظهر. صحيح. فانا عاوز اقول لك انه ايه؟ قول زي ما انت عايز تقول في المشاركه، المشاركه فيها ايجابيات كبيره جدا وفيها سلبيات اكيد متدونت ولازم تكون محط اهتمام ويعني ونظر ودراسه مستقبلا في اللي انت عايزه وانت رايح فين. أيوة. منين يعني لما احط في البتاع هو انا مش هنتكلم على القرعه، حطيتنا مع مباراه في البدايه ولا لعبت مباراه ثانيه، لكن انت لعبت بصوره كويسه جدا. وعاوز اقول ارجعوا اتفرجوا على مباراه ريال مدريد مع النادي الاهلي بغض النظر عن النتيجه مع كام. بلاش ريال مدريد يا استاذ محمود، بلاش تتفرج على في الاخر ريال مدريد يعني. لكن فلامينجو انت افضل في كل شيء واحسن في كل شيء يا استاذ ابو حكيم، يعني انت وصلت. انا وجهه نظري، ما اعرفش برضو وجهه نظر حضراتكم ايه في هذا الامر من الناحيه الفنيه يعني. انا باستثناء ربع ساعه الاولى في مباراه فلامينجو ومن بعد الطرد بخمس دقائق، الفترة دي أحسن فترة للنادي الأهلي في كأس العالم، وجهة نظري في كأس العالم للأندية. بص أنا عاجبني يا كابتن إن فكرة حتى جماهير النادي الأهلي في التعامل مع مباراة فلامينجو ما بصش لجزئية التحكيم، ودي حتة مهمة جدا إن الجماهير بتبص على مستوى التحكيم. يعني إحنا اتظلمنا. لا أنا بقولك ده ظلم، ده ظلم واضح. بين. لا ظلم بين. يعني أنا أسأل نفسي أسأل سؤال، وبرضه حضراتكم من خلال اللوائح اللي أنتوا عارفينها واللي مصر العالم كله عارفها، هو ليه اطرد خالد عبد الفتاح؟ وليه ما اضطرتش المدافع قبل ما اتكلم، قبل ما ارجع اتكلم على المدافع. لا، وليه ما اضطرتش المدافع بتاع فلامينجو لما كان ادانا ضربه جزاء بتاعت علي؟ ايوه، ما انا بسالك قبل ما اروح للمدافع، هو ليه خالد اتطرد؟ بس ده السؤال اللي ايه الرئيسي في هذا الامر، هو ليه خالد عبد الفتاح اتطرد؟ الحكم الجزائري مصطفى غربال كان غير موفق بالمره في هاي المباراه. هو لا، هو كان غير موفق في اداره المباراه، هو واضح جدا انه كان عنده، بس هو كحكم لا خلاف عليه تماما. طبعا لكن ممكن يكون في مباراه غير موفق، وده وارد وبتحصل يعني. حقيقي. بدليل انك حتى لما بيروح الفار كان بيقعد مثلا من دقيقه ونص لدقيقتين على كل مباراه. كانت غريبه. لكن المشاركه كلها بشكل عام في البطوله مشاركه ممتازه بغض النظر عن خسارتين بتاع ريال مدريد وفلامينجو البرازيلي. انت اخذت انت تساوي كام؟ انا برضو مش عايز اروح الشق المالي، بس مشاركتك انك تبقى عندك هنا مثلا قناه الاهلي بتاخد ما هي قناه ريال مدريد، السوشيال ميديا النادي الاهلي والسوشيال ميديا ريال مدريد، انت بتتكلم العالم كله، العالم كله بيتكلم عليك، صحف الاسبانيه بلاش العالم كله، لا صحف صحف العالم كله، الصحف الانجليزيه الشهيره اللي كانت من قبلها باسبوع شغاله عليك طحن، اتغيرت بقى العنوان الرئيسي بتاعها والاغلفه الرئيسيه بتاعتها شغاله عليك طحن في اتجاهات اخرى يعني النادي الاهلي. طبعا غيرت الصوره تماما 180 درجه. انت بتتكلم في ماتش الاهلي وريال مدريد، لو ما فيش عدد شاف الماتش مش اقل من مليار بني ادم، المليار اللي شافوا دول اللي شافوا ده لو اقل رقم، شاف النادي الاهلي، شاف تيشيرت النادي الاهلي، شاف اعلانات النادي الاهلي، شاف الرعاه بتاعت النادي الاهلي، شاف لعيبه النادي الاهلي، شاف مدرب النادي الاهلي، مكاسب تانية كتير جدا انت خدتها. مش بتكلم على 2 مليون دولار، بتكلم على جزئيه مثلا حاجه بسيطه جدا، انت عندك لعيبه كانت جايه في الطريق، البطوله دي خلتهم جم بسرعه جدا، حسين الشحات، محمد هاني، في لعيبه حطت رجلها في التراك، وفي لعيبه تانية اكيد مليون في المية المدير الفني هيقعد معاهم وهيشتغل على تطوير ادائهم، وده كلام طبيعي جدا. ده طبيعي ان كل بطوله فيها اخطاء وفيها وفيها مميزات، لكن في لعيبه انت اكتسبتها، خالد عبد الفتاح تقدر تنكر الفتره اللي لعبها قدام. انا نفسي اعرف بس هو اتطرد ليه؟ ما هو اتطرد ليه؟ احنا مش فاهمينها برضه. لا يعني انا قعدت ايه ادور على لائحه تقول لي ان خالد اولا اللي انت تاخد ضربه الجزاء تطرده؟ غريبه جدا، غريبه جدا، انا مش فاهمينها. وبعدين لما هي فاول يعني تطرده والفوق بتطرده زي هو اصلا الكوره يعني، هو رايح مواجه لحارس المواجهه. يا استاذ محمود برضو حضرتك صحح لي المواجهه، ده اللي هو يعني ده خلاص يعني العرضتين والقائم صح؟ اللي في وشهم، اي حاجه براهم ده يبقى خارجي، ده يبقى جانبي. هو كان جانبي، ده جانبي بعيد، ده جانبي في 6 7 يارد. وانا اسالك سؤال بس، هو الواد وقع بعد ما افترضنا انه في عرقله، وقع ده كمل؟ كمل ده كمل. وبعدين هو مس لان هم اساتذه في الحدوته دي، ما برضو ايه يعني عاوز اقول لك على حاجه، برضو بعض الاحيان بعض اللعيبه تخليك تبص في الكوره ما خليتوهاش لعبه يعني، انت مثلا كنت تخدع الحكم عشان تاخد ضربه جزاء وحق مش حقك، بتبقى انت بتفقد هنا ايه كثير من الروح الرياضيه. هتقول لي هي دي اللعبه؟ لا اقول لك لا مش دي اللعبه،
مش طالب ان انا اعلو واعمله، لا لا كده يبقى مش رياضي، يبقى مش الهدف انك انت تتمتع الناس. عايز اقول انه ايه اللقطات اللي زي دي، انا شفت، انا شفت على المستوى الشخصي حسيت انه يعني مشاعر خالد في اللقطه مش مصدق، مش لا الناس كانت قبلها بتتكلم، عامل ماتش هايل هايل، مفاجاه، ثقه بالنفس واداء ويعني بامانه شديده، حاجه كويسه جدا. لكن ده اختبار برضو بالنسبه له طبعا، وحتى دخوله انه يعتذر للفريق وللجهاز الفني على اللي حصل ده كانت برضو خطوه يعني كويسه طبعا. ما هو لمس الكوره، مش مصدق، هو لمس رجل اللاعب ولا لمسه، هو فين لو لمسه كان حساب وكان ده مش ادى. انا ما كلمتش خالد اساله الحقيقه، لكن لا 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 يا كابتن، ما اعرفش. بص كل الكلام ده هي دايما بتيجي البطل بتيجي شخصيته من ايه؟ من هو بيستطيع انه يتعامل مع هذه المواقف، الاخطاء يتعلم منها ازاي ويستفيد منها ازاي. الناس طبعا كان عندها طموح وحست في لحظه من اللحظات في مثلا في مباراه ريال مدريد، نحن قريبين لغايه الدقيقه 65 يعني لحد الدقيقه 92 لحد الدقيقه 92. انا لا انا بقول لك على مثلا كره قفشه كده، سبحان الله التوفيق عدم التوفيق، واحده بتروح كده واحده ما بتروحش كده، واحدة قفشة عمل لها كده في ماتش سياتل، خبطت وجت في القائمة، خبطت في العارضة ودخلت حاجة دي. يعني عاوز اقول لك ايه، دي الكورة، هي دي الكورة، وهي دي يا جماعة منطقة، وهي دي حلاوتها، ودي اصالتها، وتدي وما تديكش. لكن ايه، انت بقى بتيجي في لحظات بقى بتبقى محتاج انك انت تهتم بالتفاصيل. دايما بنقول نتكلم عن التفاصيل الصغيرة دي، في لقطات وفي حاجات كده يعني ايه، تجي لك ضربة جزاء تضيعها، ويجي لك انفراد تضيعه، ها ويحصل ضربه جزاء، ضربه جزاء عليك، وبعد كده هو ليه ما حدش بيتكلم في، وانت ضيعت ضربه جزاء، انا نسيت اقول في وسط ده احنا ضيعنا ضربه جزاء بتاعت علي معلول، كانت هتبقى نتيجه مختلفه. خمس فرص يا كابتن، مش والله خمس فرص. انا بقول لك من احلى الماتشات اللي عملها النادي الاهلي ماتش فلامينجو، باستثناء عشان ما حدش يقول لك مش عارف ايه، باستثناء الربع ساعه الاولى وال ما بعد الطرد بخمس ست دقائق، ما بعد الطرد حسيت برضه بالدنيا وقعت خالص. لكن قبل كده انا بشوف ان الفتره دي فتره رائعه للنادي الاهلي. بص يا كابتن، للمره الخمسين ناس كتير جدا ما بتحبش تسمع الكلام ده، القيمه التسويقيه، القيمه التسويقيه لريال مدريد 850 مليون دولار. يعني تخيل ممكن تعدي 250 ضعف للنادي الاهلي القيمه التسويقيه للنادي الاهلي. بجانب ريال مدريد بينافس فين وبيلعب مع مين وبيئه شكلها ازاي وتحكيم شكله ازاي واوساط شكلها ازاي وانت بتنافس فين وبتشتغل فين والكلام ده كله، ومع ذلك كان عندك امل. طبعا انا بقول لك لحد الدقيقه 92 كانت 2-1، كان وارد كوره زي ما الاستاذ محمود بيقول، بس خلاص المباراه انتهت 4-1 طبعا. يعني بس خلينا بس نتكلم، حتى فلامينجو قيمه التسويقيه بتاعت تتخطى ال 160 مليون دولار. يعني انت بتتكلم برضه بصراحه، حتى فلامينجو كنت افضل في كل وجهه نظري، ان انت كنت افضل في كل شيء طبعا. وبالمناسبه انا كنت برضه زي ما اتكلم على خالد عبد الفتاح، اتكلم على مروان عطيه، لعب ماتش كويس جدا، ماتش كويس جدا، من اهم مكاسب هذه البطوله مروان. برضه كان مبالغه انه يلعب بست ست وجوه، يغير ست وجوه في مباراه فلامينجو. ايوه مباراه على يعني على ميداليه مثلا، على ميداليه وبتلعب فريق كبير، بتلعب فريق كبير برضه عنده. برضه انا شايف انه مهما يكون على حجم حتى الاخطاء السلبيات بعض الحاجات، لكن الاهم من المشهد احنا قريبين نخطو الخطوه دي يا كابتن اسلام قوي. يعني احنا لو اشتغلنا بامانه شديده، لو اشتغلنا صح وتركيز صح، انت ممكن توصل تبقى خلاص، يبقى انت على مشارف اوروبا. يعني ايه؟ ممكن تبقى تتساوى مع امريكا، مع امريكا يعني الجنوبيه وغيرها في الليفل بتاعها، تبقى ايه بس قريب. محمود الفيفا، الفيفا بتظلمنا طول ما الظلم ده شغال. يعني انا دايما، انا دايما كنت بسمعها منك ومن كل اساتذتنا انه النادي الاهلي هو اقرب الانديه لتطبيق نظام الاحتراف الاوروبي. لا طب في مصر، في مصر وفي افريقيا، وبالتالي يبقى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده احنا الحمد لله والشكر لله. لو كانت الفوارق مثلا 60-70%، النادي الاهلي حتى قلل الفوارق دي لغايه 30-40% مثلا. طبعا طب ما انا بقول لك ايه، ده جيد. انا شايف انه المكسب الرئيسي في الحدوته دي انه اتمنى ان احنا ايه يبقى في تقييم للمشهد، يعني تقييم للي حصل في الاربع. انا شايف انه الوقت هيبقى ضغط وصعب جدا طبعاً على فريق طبعاً. مش هياخد يعني مفيش التقاط انفاس، لانه الجدول اللي محطوط بامانه جدول انتحار، انتحار كامل، انتحار كامل. يعني عاوز ايه، هيبقى في جهد كبير جدا على لسه كنا حاطين على الفريق وعلى الجهاز الفني. وعجبني قوي انه هيروح يلعب في السودان ويرجع على اسوان. انا شايف انا ده افضل قرار على فكره، من تم الاعلان طبعا، اعلان رسمي، ما يرجعش على هناك، اعلان رسمي، لا يرجع على احنا يعني. عارفين من يعني بص مباراه خلاص كاس العالم خلاص راح بما فيه، واعتقد الاداره، اداره النادي، اداره الكره بالذات هيبقى عندها تقييم رتوش، عندها هي مش هي قيمت طبعا قيمت وعندها وشايفه الحدوته فين. مباراه الهلال مباراه في غايه الصعوبه، مباراه الهلال السوداني مباراه صعبه جدا جدا جدا،
في افتتاحيه بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد يعني ديربي مميز، ديربي افريقي مميز من الديربيات المميزه جدا اللي بتحط. فاعتقد اذا لم تمتلك ويعني عايز اقول لك شخصي يعني لازم تفرض شخصيه البطل في هذه المواجهه منذ البدايه، وبهذه المباريات زي ما قال كابتن حشيش قبل ما كان مع حضرتك، قال ما عادش فيها فرصه ان انا لسه، لا انت جاي لانك انت هتواجه منافس عنيد جدا وهيلعب قدامك بشكل مغاير مختلف غير اللعب قدام صن داونز. يعني رغم لا وبعدين خلي بالك هو في صن داونز ما كانش وحش، لا 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 يعني ده ضيع، لا لا انا اتفرجت على المباراه، لا انا بكلمك اهو اللي عمله قدام صن داونز ادى مباراه على فترات ظهر فيها انه لا الفريق هيبقى. فاعتقد ان المباراه هتكون صعبه جدا، لابد من عنصر المباغته، لابد من فرض الشخصيه والسيطره من الاول، ايوه لابد من الهدوء حقيقي، لابد من استغلال كولر. بص ده اللي بتكلم عليه صحيح. ربع الفرصه مش الفرصه. وكولر يا استاذ عبد الحكيم عنده المنطقه اللي الاستاذ محمود بيتكلم فيها اللي هو كيفيه مباغته الخصم. يعني انت كل مباراه ممكن تسال، لو سالتك التشكيل ايه مش هتعرف تقول لي، وحضرتك من المتابعين اللي موجودين دايما في النادي وكذا وكذا، واستاذ محمود هكذا برضو، لكن وعنده مصادره وعنده وعنده، لكن مش هيقدر يقول لك تشكيل لانه ما فيش حاجه مضمونه وما تعرفش الراجل بيفكر ازاي. فده جيد استاذ محمود قال جمله حلوه قوي، قال لك ان في ماتش زي فلامينجو بتلعب العمانديه وانت عملت 6 تبديلات، بس ده شيء يحسب لمين؟ للجهاز الفني نفسه حقيقي. انك مجهز، هناك البعض انتقد بالعكس، لا 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 هناك لا لا. البعض ده انت مجهز كل لعيبتك انهم يكونوا على نفس المستوى عليك. انك تحط اي حد دلوقتي زي خالد عبد الفتاح زي مروان عطيه ينزل يكون موجود على نفس السيستم بتاع عمرو السوليه بتاع علو ديانج. فده اللي مخليك انت او انا او اي حد مش عارف التشكيل او مش متخيل التشكيل. ممكن لو قعدت مسكت ورقه وقلم يمكن في البطوله دي كنا بنحط 60% من التشكيل، عشان حاجه واحده بس، عشان القايمه 23 لاعب من ضمنها 3 حراس مرمى. لكن دلوقتي انت مش هتعرف مين، انت مش هتقدر تحدد. رجع لك بقى برونو سافيو، ورجع لك شادي حسين وكريستو، ورجع لك كمان احمد القندوس هيدخل في الحسبه، شادي حسين هيدخل في الحسبه. تمام احمد القندوس ده 1000000% هيبقى له دور، لان لاعب يعني صفقه مهمه جدا الاهلي قدر يجيبها. في لعيبه كتير جدا هتكون موجوده معاك، يمكن هيغيب عنك عنصرين او ثلاثه اللي رايحين منتخب شباب، لكن برضو اللعيبه دي هتبقى لها دور. ده جزء يحسب لكولر ان هو بيجهز كل اللعيبه بتبقى بنفس المستوى، بحيث لما تحتاج لاعب، لان احنا المشكله الكبرى ما كنت بتعتمد على 16 و17 لاعب، فكنت لما تقع 2-3 عندك. يعني انا قريت في احد التقارير السودانيه يا استاذ محمود، هم بيتكلموا من دلوقتي عن المباراه امبارح، قالوا انه رحله في مخ كولر، يعني انه كيف سيلعب كولر، الكل مختلف، الكل مش عارف يقول التشكيل باستثناء اقل من 60% كمان يا عبد الحكيم من اللي انت قلته، يعني قال لك بنسبه 40-50% بس نقدر نحدد من اللي هيلعب، لكن الباقي مش هنقدر نحدده. فبالتالي ده يعود على انه اللي حضرتك عايزه يعمله اللي هو كيفيه مباغته فريق الهلال في ظل ان هو مغلوب في اول مباراه، في ظل ان انت ما لعبتش اول مباراه. لسه انت ما لعبتش، وطبعا يعني لا خلاص احنا دلوقتي هنرجع اللعب في 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 في, في العصر بقى. ثلاثة الدور يعني. ده هتلعب العصر، واسوان هتلعب العصر، ده كويس على فكره، ده تجربه لاسوان. يعني مباراه اسوان يعني دلوقتي بقى الهلال طبعا تجربه مباراه الهلال مباراه، لا طبعا اكيد طبعا الاخوه في السودان يعني، وما بيننا وما بين السودان كثير جدا مهما يحاول البعض، لكن يا جماعه عاوز اقول يعني الشعب السوداني يعني ناس طيبين، ناس مننا واحنا كلنا واحد، ودي مباراه في الاول وفي الاخر، وما بين الاهلي وما بين الهلال كثير والمريخ وغيره من الناس، ستظل العلاقه دائما مهما يحاول مهما حصل. انا بقولها مهما يحدث في الاخر دي مباراه كره صحيح، مباراه عاديه يكسب هنقول له شكرا مبروك طبعا هنقول له عدلك يعني، لكن انا عاوز اقول انه مباراه مش سهله للنادي الاهلي، لا طبعا، لانه الاهلي هيجد روح مختلفه جدا بامانه شديده، وهيكون في شحن معنوي رغم ان المباراه بدون جمهور مقامه بسبب تعليمات الاتحاد الافريقي، لكن انا بقول لك انه لا هتبقى محتاجه تركيز شديد جدا جدا. طبعا بعثة الاهلي هتطير قبل المباراه اكيد ب 48 ساعه، هيتمرنوا تمرين واحده هناك تمرين واحده تقريبا اللي هي تمرينة الجمعة فاعتقد انه مباراة مش سهلة، لكن عاوز اقول برضو الروح المعنوية، الاعداد النفسي، الاعداد الفني، اكيد الجهاز الفني متكامل وكله مرتب، شاف نقاط القوة والضعف عاملة ازاي، لابد انك انت تعتمد على زي ما بنقول وبكرر دايما ازاي في هناك مباريات بعض الاحيان تكسب
ولا تلعب، يعني ازاي تطلع منها بمكسب لانه فوزك او وكولر من هذه المدرسه فوزك في مباراه الهلال على فكره بيديك الاريحيه قبل مواجهه صن داونز في القاهره، لان المباراه التاليه القاهره صن داونز في جنوب افريقيا، صن داونز في جنوب افريقيا فرصه كانت طبعا مباراه صعبه جدا من فريق الهلال، تم تطويره بشكل كبير جدا في عناصر من خلال انا شفتها في مباراه صن داونز، ده عنده عناصر بس اعتقد هنلعب صن داونز المؤجل هنا في الاول. لا صن داونز الاول، بس هات لي الجدول مره ثانيه لو سمحت يا سمير. في السلام نعم صن داونز في السلام، احنا هنلعب القطن القطن في القطن وبعد كده اول مارس، لكن اول مارس هنلعب صن داونز. لا 11 مارس اي، ما هو ده قبل الماتش العوده، ماتش العوده الماتش الثاني بتاع صن داونز 25 او 24 مارس تقريبا، يعني لعبوا هنا وعلى طول عوده. اي ما انت ماتش صن داونز الاول اتاجل، انت كانت المباراه الاولى ماتش صن داونز اتاجل. انت هتلعب لا ماتش القطن اللي اتاجل اول ماتش القطن اللي اتاجل. ايوه صح، هو سوري يبقى غلط عندنا. السبت 11 مارس صن داونز والاهلي في صن داونز. ايوه كده كده. لا الماتش الاولاني هنا عندنا في الاهلي 25 فبراير عندنا. ده خلص ده خلاص. لا لسه هنلعب. يعني ده انا قصدي هيتلعب. لسه هيتلعب، لكن انا بتكلم ان انت السبت 11 مارس اخر مباراه في الزنقه هتلعبها، لان انا كنت لسه قايلها ازاي؟ ان انت هتلعب الهلال 18، اسوان 21، صن داونز 25، الداخليه 28، ثم القطن 4 مارس. خلي بالك 28 ده اخر الشهر. ايوه ما ده اخر يوم، انت بتلعب ثلاث ايام عشان الناس بس هم غلط ثلاث ايام ثلاث ايام بس. في 29 وبعدين تلعب اربعه مع القطن، سبعه مع المقاولين، ثم 11 مع صن داونز في جنوب افريقيا. وليه يلعبوا الساعه 3 صن داونز؟ هم بقى قرروا كده، تقدر تقول لهم. طب واللعيبه دي هترجع المنتخب ازاي؟ مش عارف. المنتخب في معسكر بعد ما هو بعد 11 مارس على طول، من 12 مارس الاجنده الدوليه الماتشين. اتفضل يا اتفضل. بص يا المباراه طبعا عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. الاهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وخاصة أنا شايف من أبرز الانتدابات اللي تمت كانت الانتدابات الحالية، كان ينقصها بس يعني أنها تكمل بمهاجم. لكن الانتدابات الحالية شفنا منها عنصرين ظهروا بمستوى جيد، وتحس إنهم كأنهم اتطبعوا على طبع الأهلي. خالد عبد الفتاح مروان عطية، والاثنين على فكرة مش شبه بعض. يعني ايه بص لما تقرب كده تحس انه متشوق. انت منتظر مين؟ احمد القندوسي هتشوفه، كريستو، وكريستو اكيد هو الراجل هيستخدمه، لانه برضو ايه انت برضو انت بتفكر ما بتفكرش في الهلال بس، انت بتفكر في الهلال وعندك سنة كلها مستنيك ايه اللي قاعد منتظرك. فاعتقد انه الحسابات الفنيه والشغل مباراه الهلال ستكون من المباريات القويه جدا اللي هيبان فيها مكتسبات الاهلي من رحله كاس العالم المعنويه فنيا، لعيبه واقفه على الارض. انت شايف فريق طبعا الهلال عاوز يبين برضه يثبت قدراته صحيح. انه فريق مش سهل برضه، الهلال فريق تاريخ وله سمعه كبيره جدا في افريقيا وفي السودان، هو الزعيم. فاعتقد انه هتبقى مباراه ليها حسابات مختلفه. التوفيق وعدم التوفيق هنا يا كابتن اسلام، وحاله اللعيبه والتركيز وعدم حدوث اخطاء، كل ده هيبقى رهان بحاله المباراه. يعني حاله اللعيبه يوم المباراه ده من الحاجات المهمه جدا. يعني ممكن انت تشوف ايه الجهاز الفني بيأدي كل اللي عليه، وشفنا يمكن فلامينجو الناس زعلت قد ايه يعني من اللقطه اللي كانت نفسها تبقى ايه. اتمنى يعني ايه الناس برضو ما تنساش يا جماعه ان محمد شريف ده اللي هو من اسبوع 10 ايام فرح الناس وعمل ايه، وكان مسجل هدفين لا هو يعني اعتذر، انا كنت لسه يعني هسألكم. لكن طبعا ما يصحش انك انت مهاجم في فريق بطل بحجم ده انه يحصل منك، لكن ماشي، لكن التعلم منها، الاستفاده، التركيز، عدم الاستسلام للي بيهاجمك او بيقول او يخليك تحبط. لا، الناس عندها ثقه فيك، المدير الفني رغم كل المحاولات اداك الثقه. فاعتقد انه مباراه الهلال الاقل اخطاء والاكثر استفاده من الفرص هو اللي يفوز بالمباراه. طيب خلينا ننتقل لموضوع اخر يا استاذ عبد الحكيم، وهو موضوع اتحاد كره القدم. بعض القرارات المهمه اللي خدها اتحاد كره القدم النهارده اعتقد او من المفترض، انا ما بقتش الحقيقه يعني هستنى دايما النتائج، مش هستبق النتائج واقول الحاجه الوحيده اللي ممكن استبق فيها النتائج هي الاهلي، لكن اي حد تاني لا. ف خلينا ننتظر النتائج. من احد القرارات اللي خدها هو لجنه الرصد الاعلامي، ثم لجنه القيم والاخلاق، وعوده لجنه القيم والاخلاق، ثم تطبيق الماده 24 في ال 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 في لائحة اتحاد كرة القدم. وبالتالي هل من الممكن أن ننتظر شيء مختلف خلال الفترة اللي جاية؟
ده احنا مش ننتظر ده، احنا يجب ان الكلام ده يتطبق، يجب ان اللجنه دي ما هو يجب ده احنا بيقولناها 100,000 مره. ده لازم تتفعل عشان توقف. اذا كنت انت قبلها كان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لازم فيه قرارات ولازم يتاخد حاجات وبتاع وننظم خلاص. اللجنه دي المفروض مكمله بقى للقرارات اللي خدها، للقرارات اللي احنا بقى لنا 10 15 وبعد كده كمان جه الدكتوره شرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل اللجنه دي بما يوحي ان الكلام كله ماشي في سكه ان دي اتجاهات كلنا فيها تنسيق بينا من بعض حقيقي. فبالتالي ان المفروض اللجنه دي تشتغل وتاخد صلاحيات، ولما تبعت لحد انا عندي مبدا في حاجه، انت لو خايف من حاجه مش هتروح، لكن انت لو بعتوا لك ما تروحش ليه؟ يعني لجنه الانضباط والقيم دي لو قالت مثلا عبد الحكيم ده مخطئ او عنده مشكله ما تروح، ايه الازمه؟ ما تروح وتقول اللي عندك، لكن انت كون انت خايف فمش هتروح. لكن هتبقى برضه هنرجع لنفس المشكله يا كابتن، هل اللجنه دي لها باي شكل باي تكوين ليها لها صلاحيات على رئيس نادي، على رئيس نادي بيدير 18 لعبه كره القدم فرع منهم؟ انا دي وجهه نظري ستظل دي المشكله اللي في الموضوع. لكن القرارات اللجنه دي اعتقد لها صلاحيات وخدت دعم كبير جدا من الاتحاد ثم من وزير الرياضه، وقبلها كان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. احنا نتمنى ان بيحصل فيه انضباط، اكتر ناس هتستفيد هو النادي الاهلي ومنظومته من حاله انضباط المشهد بشكل عام. بس هل هيكون لها دور فعلا؟ هل هتنفذ قراراتها فعلا؟ هل الناس هتروح؟ ده اللي انا بساله لك. اروح لاستاذ محمود. هو بساله، ما هو بسالك، ما هو ده اللي انا بساله. انا بقول لك اتمنى. على فكره ما هو احنا استضمنها مننا كده، خلي بالك انت شاشه، انتوا يعني احنا بنتشارك في وجودنا في قناه النادي الاهلي دائما خلال الفتره اللي فاتت. احنا الحمد لله يعني ولا فاحنا بالنسبه لنا، انا قلت حتى يا جماعه طبقوا وطبقوا على قناه الاهلي الاول. طب ما انا بقول كده، بقول لك ان انا اهو بقول اهو طبعا. صح؟ اه طبعا. فانا عايز اسمع، هل القرارات دي ما هي الا مجرد قرارات على ورق، ولا ننتظر يا استاذ محمود ان يتم تنفيذ هذه القرارات زي ما استاذ عبد الحكيم قال؟ ننتظر. بس هي الاسماء طبعا مع كامل احترامي يعني للشخصيات دي قامات قضائيه كبيره جدا، كبيره جدا، واسماء كبيره جدا ولها تاريخ كبير جدا في المساله. وانا بشكر المستشار محمد عبد الصالح، يعني رجل محترم، رجل محترم جدا، والمجموعه معاه استشار محمود عبدين. الناس دي ادت دور واحترمت نفسها في القرار ان هي فضلت الاعتذار وعدم اكمال المهم من اللي شفناه وسمعناه يعني. صحيح. بامانه شديد. لكن الامر انك تجيب برضو قامات قضائيه كبيره جدا فيها اسماء يا جماعه كانت بتجلس على المنصه لها تاريخ كبير جدا، يعني الناس اللي متعرفش كل قضاة مصر على دماغنا من فوق الحقيقه. واحده يا جدع مشكلتنا احنا عندنا القوانين. اه ولا ما عندناش القوانين؟ عندنا القوانين موجوده. مصر الفيصل في تطبيق القانون. اوكي. إذا لم يكن هناك آلية، بمعنى لما اتعمل قانون الرياضة الجديد اتحط فيه مجموعة من حتى يعني قانون مادة 83 84 85 86 من قانون العقوبات. معاقبة مين؟ الجماهير. لو الجماهير ثبت في الملعب تعاقبها ازاي؟ لما توجهت بالسؤال لمسؤول بارز عن مين اللي هيطبق؟ قال لك اتحاد الكورة. لما سألنا في اتحاد الكورة مين اللي هيطبق؟ قال لك وإيه؟ وزارة الرياضة. لما رجعنا لقينا العملية راح قال لك اللجنة الأولمبية. لما تجد ما فيش الآلية اللي تطبق العملية دي، هنا يبقى أنت إيه؟ أجهدت نفسك في وضع حاجات ما لهاش إيه؟ ما لهاش قيمة. لابد. وعاوز أقول للناس اللي سبقتنا يا جماعة، ما سبقوناش من فراغ، سبقونا لأنهم احترموا القانون، والقانون طبق على بالزبط. الكبير قبل الصغير. بالظبط. وأذكر واقعة في 2001 وكان الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع صن داونز، وكنا في جنوب افريقيا. المباراه الاولى انتهت بالتعادل 1-1. اوكي. واحنا رايحين المباراه كمجموعه من الاعلاميين فوجئنا بصور موجوده على بوابات النادي. حضرتك دايما بتقول هذه صح. انا بقول لك صور. فسالنا يعني مين دول؟ مين دول؟ قال لك دي ناس جماهير متعاقبه ومحطوط عليها عقوبات متعاقبه تدخل وكذا. احنا رحنا قبل المباراه الساعه كام؟ قبل المباراه بتنطلق بنص ساعه. قبل المباراه بتنطلق بنص ساعه. دخلنا الملعب لما كنا موجوده مقابل، بس اول ما دخلنا اتحط لنا بادجي بس كده، ده بيسهل لك عمليه الدخول كاعلامي، تتنقل فين وتروح مين، ما حدش بيسالك انت رايح وانت جاي طول ما انت عارف. لا لا، في احترام لدورك وتقدير، وقعد في مكان وكابينه. انا عاوز اقول لك لما توصل انت المرحله دي، وعلى فكره يعني كره القدم لم تكن اللعبه الاساسيه في جنوب افريقيا حقيقي وقتها. اه وقتها يعني ما وصلش بالمرحله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. عندها انديه ذات سمعه كبيره جدا في المجال، وبعد فوزها بكاس الامم 96 الوضع اختلف بالنسبه لها. فاللي انا عايز اقوله لك ايه، تنظيمها اتمنى يعني. اتمنى كمان اللي فاجئني في القرار
انه اتحاد الكوره عير لجنه رصد اعلامي يعني لجنه برصد اعلامي. هل فاجئتك بايجابي ولا سلبي؟ لا فاجئتني انه ده مش دوره. حلو. وغير انك مش دورك. مش دورك. مش دورك انك انت تعمل رصد. تعمل رصد ليه؟ انت عندك الرصد عشان يعرض على اللجنه. ما ثواني يا فندم. على مش على لجنه الرصد. على يعني على لجنه القيم والاخلاق. طب هو مين من اللعيبه والاجهزه الفنيه بتطلع في الاعلام كم مره بيطلعوا في السنه؟ مين يا فندم بيطلع بيقول بس هو هيجي عاقبنا؟ لا هو قصده على حد معين. لا ما هو اللي يقع ضمن منظومته. لكن انت كابتن اسلام تتبع منظومه اتحاد الكوره؟ انا؟ لا. لا طبعا. طيب هيعاقبك ازاي؟ مش عارف. ما هو ده سؤال مهم. بس احنا بنتكلم حاجة بتقول لي بس بنتظر. يمكن هيبعت للمجلس الاعلى للتنظيم الاعلامي. يا فندم في حاجه، انت كمدير كوره صدر بعد الماتش تهاجمت حكم. ماشي بره انت عارف الكلام ده اللوائح دي مثلا وخدنا يعني من اللي احنا بنسمعه وبنقراه وبنشوف في الدوريات الاوروبيه ما تقدرش يعني هيبقى عندك يعني ايه عقاب شديد جدا او انت كمدرب او انت كلاعب. لا لا ما تقدرش يعني محدش يقدر يعني المساله يعني انت عمال تلف وتدور في ايه؟ يعني انت عمال تلففنا وراك ليه؟ بس ما تاخد قرار. بس هل ده ما نعتبروش بدايه جيده؟ ممتازه طبعا. بس لو فعلا القرار بعت الهلوه القرار شكله جميل. القرار شكله جميل. بس القرار شكله جميل. شكله جميل. اتمنى يبقى فيه ايه؟ احنا بقى نعمل ايه؟ ننتظر. احنا في ظهرك. ننتظر. احنا في ظهره طبعا. لا وفي ظهرك و نستنى. في ماده في قانون الرياضه بتقول لك اي حد عليه حكم مقيد للحريات يتشال من منصبه. ما هو القرارات كتيره والقوانين كتيره يا كابتن. قوانين كتيره. ماشي لكن في الاخر ما هو انا هقول لك ايه؟ ما هو بعد اللي احنا كنا بنشوفه خلال الشهرين ثلاثة أربعة أو السنتين ثلاثة أربعة الأخيرة. فأنت دلوقتي لما ما تلاقي حاجة زي الغرقان وبيمسك في قشة يعني هقول لك ايه بس مش يعني مختلفين على فكرة وكلامنا ده مش إيه يعني كلامنا مش معناه اختلاف. أنا بقول لك إن القرارات والقوانين كده المهم على قد ما نقدر. تخلي بالك دايما لأن أنت شاشة محترمة وشاشة تقدر كل يعني أنا لسه كنت بقول في بداية كلامي إنه شاشة قناة الأهلي تقدر تقعد مراتك تقعد بنتك تقعد زوجتك تقعد ما هي بنتك هي مراتك هي زوجتك لكن يعني أقصد إن تقعد عيلتك كلها تتفرج على الشاشة. لازم تتابع حاجة يا كابتن إسلام. نعم لازم تاخد بالك من حاجة. اتفضل. ولازم الناس تبقى مركزة. لو تم عرض شيء من القديم من الأحداث القديمة يعني هل نفاجأ بقرار من اللجنة الحالية إن مثلا في موضوع الكهرباء في عقوبة ويتم اغفال ما حدث في الجانب الاخر؟ هتبقى مشكله. هتبقى مشكله كبيره جدا انك انت ممكن تفاجئ دلوقتي يقول لك اتفضل اعمل لي بقى خد لي قرار. طيب هل وضعت اللائحه؟ لا ما هنقعد نقول هل ما لا لا ما انا بكلمك اهو. يبقى خلينا ننتظر. ما انا بكلمك انت قلت ايه؟ انت قلت انه لجنه الاخلاق او لجنه القيم والاخلاق هتتعمل لها لائحه وتتعرض على الجمعيه العموميه عشان تاخد اعتماد بالبنود. يا جماعه انتوا مستنيين ده كله عشان تفكروا تعملوا الكلام ده؟ يعني احنا بنعمل كل المنظومه دي كلها وكل حجم الانفاق والصناعه دي ومفيش قوانين مثبته للحفاظ على الاخلاق واحترامها؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ نفسنا نطبق يعني ايه؟ نطبق حاجه ونعملها صح. عندنا كل الاليات والدوله كل اللي عاملاها ده ملاعب وتطوير وشغل وروح وجاي وعامل حاجه كبيره جدا وعندنا طموحات ننظم ومش عارفين نحكم مسابقه فيها صناعه بملايين ومليارات ممكن تتضاعف لاكثر من كده ان احنا نضبطها ونعمل نحافظ عليها ونطورها اللي احنا بنشوفه في الدوري السعودي الحقيقه خير مثلا. بص كل اللي حواليك شوف انت شوف الكره المغربيه عامله ازاي. الكره المغربيه صحيح. بص انت شوف الجزائر شوف تونس شوف رغم كل الظروف كلنا عمالك يا استاذ محمود نلف حوالين عارفين نلف حوالين كلنا عارفين المشكله فين عارفين المشكله فين واضحه وكلنا عمالك نلف حواليها كلنا مش احنا كاشخاص لجنه القيم والانضباط وبندعم الدور اللي بيقوم. انا قصدي ان احنا يعني طالما لقينا عشه هنمسك فيها كلنا قصدنا كده لما نشوف كلنا قصدنا. لو استاذ محمود اهو لو استاذ محمود صبري اخطا نديله قرار لو سمحت. ماشي انا موافق. لو اسلام الشاطر اخطا لو سمحت اديه قرار عشان يعني تصدق انا ساعات بفكر اقول ايه بس يعني الواحد ممكن يعني الواحد بيطلع عايز يقول ايه. الحقيقه واضحه كوضوح الشمس ولكن حد بيهرب من الشمس؟ لا كله بيعمل عينيه كده صح ولا مش صح؟ طيب. لكن الحقيقه واضحه بامانه شديده. لا احنا في اشد الحاجه انه بلدنا ورياضتنا وحكيتنا واخلاقنا المفروض اخلاقنا دي لا تمس لانه يا جماعه انتوا ما تعرفوش المردود اللي بره عامل فيه الناس بتتفرج علينا. احنا لا احنا اكبر من كده. احنا يعني مصر دوله عظيمه ودوله كبيره وبتحتاج بامانه شديده الى تدخل الى ايقاف ما يحدث الان لانه بامانه شديده انت يعني ايه بتزيد الامور اشتعالا على ايه؟ ده على يعني منافسات رياضيه
يعني المفروض اللعيبه مع بعض بيبقوا اخوات، ايه دخل الدنيا اللي مولعه بره على ايه؟ وتشكيك في فلان وعلى كله واتهامات والجول الفلان ساب لفلان ايه الكلام ده؟ ما اشوفش الكلام ده بره على طول. يعني عايز اقول لك على حاجه، وشعوذه لما تطلع انت إيه مثلا يعني واقع مثلا واقعت احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لما يتقال عليه انه ساب ثلاث ماتشات، المفروض انا توقعت انه لعبه يقدم شكوى لاتحاد الكوره ويحاسب الناس اللي اتهمته. ما انت خلاص اتهمتني بالاختلاق يا كابتن، ده انت واقع تزوير واتهام بخيانه الامانه، دي كلام شخص. لما حد يقول لك ايه انت طلعت وعملت كذا كذا، كنت رايح للجول ورحت شتها في النهايه كده، انا اتهمتك انك انت خاين الامانه. فاعتقد الحاجات والتصرفات دي اذا لم تقابل من بدايتها في مهدها كده ان يبقى في قرار، انت خلاص بتترك الجو، كل واحد يطلع يقول للعيال وانت شايف المشهد عامل ايه. صحيح، هو قرار واحد يتاخد، مش محتاجين لجان ولا احزان. هو قرار واحد، لا محتاجين لجنه اخلاق ولا لجنه انضباط ولا قانون الرياضه، والله الامور هتمشي زي الفل. وانا بقول لك اهو، والله ما هتلاقي مشكله في الوسط الرياضي والله. صحيح، لا هتحتاج لجنه انضباط ولا هتحتاج اي لجان ولا هتحتاج اي حاجه. وارجع يا كابتن للتسعينات وبتاع، انا يمكن ما لحقتش استاذ محمود ممكن يحكي، كان في الكلام ده ولا استاذ محمود لحق؟ لا لا موجود. لا 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 التسعينات ولا فاتت كان استاذ محمود والله ما شفنا الكلام ده. لا انا بهزر. لا طبعا الناس كانت، لا كان لا لا كنا نازل حتى على المستوى. انا كنت بشوف استاذ محمود يعني ده يعني بالنسبه لنا حاجه وما زال يعني وسيظل، لكن اقصد انه يعني انه الناس دي كانت الرموز دي بالنسبه لنا ستظل رموز صحفيه، رموز كل الاسماء الكبيره جدا. دلوقتي بتشوف حاجات وسهل جدا الاهانه، وسهل جدا التشكيك، وسهل جدا كل دي سببها حاجه واحده بس واضحه وضوح الشمس للكل للكل. لا انت محتاج لجان ولا انت محتاج قانون. بص والله العظيم الحياه تبقى بسيطه وسهله على فكره، زي الدورات اللي احنا بنضرب بها المثل، السعودي والاماراتي والجزائري، كل هنبقى افضل من كده لو قرر واحد بس اتاخد قرر واحد. طيب اخيرا قبل ما نقفل هذه الحلقه استاذ محمود، منتخب الشباب و بطولة الأمم الأفريقية المقامة على الأراضي المصرية، هل يستطيع منتخبنا الوصول إلى كأس العالم؟ منتخب مظلوم يا كابتن، يعني الأجواء اللي أنت شايفها كابتن محمود، الأجواء أنت مش شاعر مش متفاعل لسه مع يعني حتى المفروض الآن لا يعني حتى الآن يعني حتى إيه المفروض حتى الآن إيه ده خلاص. ما أنا بكلمك يعني عاوز أقول لك على حاجة، كان المفروض يبقى في ترتيب مثلا لحضور المباريات للجمهور الأولاد، عاوزين الناس تحس مش عارفين اللعيبة أعمل بقى فين بقى فين المدارس؟ طلبه في المدارس، لو خدنا من تجربه الشقيقه الجزائر في دوره المتوسط وازاي فتحتها للاسر وطلاب المدارس محلية. وعملت جو. انا عاوز اقول لك ايه يا جماعه، والله في حاجات بسيطه نقدر نعملها، واحنا اللي مش عاوز اقول احنا اللي علمنا الناس، لا ما ينفعش، احنا دول اولادنا محتاجين دعم. بطوله مهمه جدا، كويس ان احنا رجعنا على صعيد المنتخبات. ده انا عندي حاجات في تخص منتخب الشباب ده قد كده والله العظيم يا استاذ محمود، وبمستندات وحاجات كده، ولكن انا وقفنا ومش هنتكلم في هذا الامر غير ما بعد ان شاء الله هذه الدعم البطوله المنتخب مصر كل الدعم للشباب. المنتخب نتمنى ان شاء الله انه البطوله يعني تكون في حوزتنا ان شاء الله. طبعا عاوز اقول يا جماعه، من خلال مباريات منتخب الشباب هتشوف القماشه قدامك عامله ازاي، هتشوف الوضع سنين المستقبل يعني في عندنا ولا ما عندناش في مواهب جايه ولا ما فيش. البحث عن موهبه دلوقتي لما يبقى منتخب مصر او الكره في مصر ما عندكش اثنين ثلاثة اربع مهاجمين يعني تقول عليهم، كل انت بتدور من بره وحتى من بره مش عارف تجيب لانه شايفه شبه اللي عندك. صحيح، فبقى عندك صحيح. في ايه في عندك مشكله، ولو لقيت حاجه وحبيت تدخل فيها هتلقى اثنين ثلاثة نطولك عشان ايه، اهم حاجه بوظوها عليك ما يوصلكش للهدف اللي انت عايزه. كل الدعم لمنتخب الشباب، اتمنى التوفيق كابتن محمود جابر، كابتن كرم مرسي، كابتن ايهاب جلال، كل المجموعه بامانه شديده كل المجموعه. اتمنى اللعيبه يكونوا حاضرين مركزين، انه عندهم هدف، انه يكون عندهم تفكيرهم يكون اكبر من مجرد كمان فوز ببطوله بس، تفكيرهم بره انه يطلعوا بره وما نقدرش نشوفهم، واكيد البطوله دي هتتابع. اتمنى ان شاء الله يكون منتخب مصر على منصه الترتيب في ان شاء الله. انا عندي تحفظ بس على الاسماء، على اختيارات مثلا في بعض الاسماء ما كانت المفروض تكون موجوده، لكن طبعا بطبيعه الحال احنا يعني مثلا انا شايف ان لاعب زي محمد حمدي ميسي لاعب النادي الاهلي اللي تم اعارته لاسوان ده، يعني انت كنت بتحط تمام لمعيار بتقول ان انا محتاج اللاعب اللي بيلعب في النادي بتاعي. اه كابتن محمود الحقيقه لا خلينا بعد البطوله، انا بقول لك انا عندي يعني تحفظ، خلينا ننتظر لما بعد، وبرغم كده هنستنى لبعد البطوله. لكن مثلا في بعض الاسماء ما كنتش ينفع تتجاهلها، اسم محمد شرقيه، محمد حمدي، ميسي، في مجموعه كده من الاسماء ما كنتش ينفع المفروض تتجاهلها، لازم تكون موجوده كلها دول معاك وباسباب. خصوصا كان عندي الاسباب وعندي خصوصا المستندات، خصوصا يا كابتن ان انت القايمه الكاف خليها لك 26 لاعب، فكانت سهل جدا ان انت تجيب اتنين لعيبه، دول القايمه ما بقتش 23 زي ما بقت 26، فانت عندك مساحه ان انت تاخد لعيبه معينه. لكن احنا برضو برغم كده احنا سبورت للجهاز الفني المنتخب، سبورت للمنتخب كله لحد ان شاء الله باذن الله
على الاقل مش هنقول طموح البطوله ان احنا نروح كاس العالم، وطبعا طمعانين في البطوله، بس خلينا المرحله الاولى كاس العالم نتاهل لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب. انا بشكرك جدا والحمد لله على السلامه يا استاذ محمود. شكرا جزيلا للاستاذ محمود صبري، شكرا جزيلا للاستاذ ابو حكيم على وجودك معانا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. غدا ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير.